24 أوت. مساء الخير متابعينا على قناة تسعة. هذا هو اللقاء اليومي اللي يجمعنا رفقكم فيها على مدار الساعتين ويرافقوني في التحليل والنقاش كالعادة برهان بسايس الحبيب عجيلة. مساء الخير. أهلا وسهلا برهان. أهلا وسهلا حبيب. ليلة ضيوفي باش يكونوا على التوالي المترشح للانتخابات الرئاسية الهاشمي الحمدي، من ثم في جزءنا الثاني نستقبلوا كل من أحمد الصديق الناطق الرسمي لحزب الطليعة العربي الديمقراطي وسناء غنيمة ممثلة عن حملة المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي. لكن قبل ذلك كما تعرفوا جولتنا المعتادة في أخبار اليوم. قال المنسق العام للانتخابات في التلفزة الوطنية حمادي الغداوي عن المناظرات اللي باش تجريها المؤسسة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، قال انه باش يتم اجراء 3 مناظرات ايام 7 8 9 سبتمبر المقبل، وباش تقوم على ثنائي في التقديم اي امرأة ورجل. متابعا انه في صورة نجحت تجربة المناظرات في الانتخابات الرئاسية فانه التلفزة الوطنية باش تنظم مناظرات في الانتخابات التشريعية. حبيب وعجيلة خلينا نبداو بالخبر هذا. يمكن تحكي البارح شوية في الندوة الصحفية على كيفاش باش يكون التعامل مع هذه المناظرات. يقولوا باش يكون بث مباشر من التلفزة الوطنية، سينيال باش يكون مفتوح لجميع وسائل الإعلام في الداخل وفي الخارج، والبث موحد باش يكون لمرة واحدة. الأسئلة اللي كنا نحكيو فيه البارح على 3 محاور رئيسية، وتكون بحضور عدل منفذ وبحضور الهيئتين أي هيئة الانتخابات والهيكل. يعني براتيكمون إذا كان بقات القائمة في حدود 26-30 مترشح يفترض أنه باش تكون في كل مناظرة في كل حصة في حدود 10 مرشحين. إذا اعتبرنا أنه 120 دقيقة يعني عموما سنستمع إلى مرشح رئاسي في مناظرة واحدة يتكلم في حدود 10 دقائق. هذه تقريبا الصورة متاع المناظرة إذا كان بالطريقة هذه 3 أيام يوليوا يتعداوا المرشحين الرئاسيين الكل. بالطبيعة القرعة هي اللي باش تكون، شكون العشرة اللي باش يجيوا مع بعضهم. تنجمش تكون مجموعات غير متكافئة غير متوازنة، يعني 10 مثلا وازنين من المعروفين اللي محطوطين في السونداج معناها هما الأولين، اللي متوسطين اللي ما عندهمش حظوظ تقريبا ما خرجوش أصلا في السونداج، فثم مشكلة حقيقية. الملاحظة الثانية طبعا هي مرأة ورجل بمعنى صحفية. ما نعرفش هل سيكون من الخاص والعمومي ما هو شيء ما موضح هون. حتى اليوم سمعنا خلينا نسمع صوت ثالث اللي هو عن نقابة الصحفيين فوزية الغيلوفي اللي تقول باش يتم مراقبة العمل الصحفي، باش يتم مراقبة الخروقات إذا كانت نجم تصدر من الصحفيين، وإلا حتى من الضغوطات والخروقات اللي تنجم يمارسها السياسيين على الصحفيين. باش يكونوا في حالة متعبة الصحفي والصحفية، باش يتعبوا لأنه 10 ضيوف. تصور أنت عبارة بلاتورة ومعناها 10 مترشحين، كيفاش باش تدير معناها الكلمة بيناتهم وأنت مربوط بالكرونو قدامك معناها 120 دقيقة. يبدو لي باش تكون تجربة فيها برشا ثغرات. إذا كانت عدينا للانتخابات التشريعية، قالوا كان نجحنا في الوعد نتعداو الانتخابات التشريعيه. الانتخابات التشريعيه دايره واحده تنجم تكون فيها 50 قائمه. هي في الانتخاب في الدور الاول للرئاسيه وما زلنا ماناش فاهمين وين ماشيين. احنا حتى كوسائل اعلام ما نعرفوش ما عندناش وكان جيد توا بالنسبه لنا. معناها المناظرات التشريعيه كيفاش؟ شنو ما تعملش؟ شنو هي الضوابط بالضبط؟ ما زلنا ما نعرفش. معناها تختار قائمات حزبيه من العاصمه؟ ما نعرفش. معناها نحس ان الناس كل اخذت على حين غره في علاقه بالانتخابات الرئاسيه. راه هي صحيح انتخابات سابقة الأوانها مفاجأة من ناحية توقيتها ليزي نفسها، هنشوفوا تحضيرات يعني معناها شوية يعني تعكيز شوية كذا شوية حاجات مناطق ملتبسة التوا لا جاوبت عليها. اليوم نحكيه حتى على القائمة النهائية بتاتر تتسكر نهار 1 سبتمبر بعد ما كان الحديث أنها تتسكر لترونتوت. فما مشاكل الإعلام ورث الحكاية هذية، ولكن المشكلة أنه التلفزة العمومية القطاع العام طبعا لهنا فرصه باش ناكدوا انه تبقى هي كما يقولوا على الاذاعه الوطنيه ام البدايات ولا ام الاذاعات. ايضا التلفزه العموميه راهي بكوادرها وكفاءاتها وغيرها، لكن خساره القرار فيها في علاقه بمواكبه الانتخابات الرئاسيه قرار متاخر. حتى تو هاك تشوف قنوات معناها موجوده
ورد بالك القنوات اللي تخدم هي اللي تولي في موضع الشبهة. اليوم الحديث الكل على شنو؟ على ثلاثة قنوات اللي خدمت كل واحدة متهمة بأنها تخدم في أجندة. لا لكنها لكنها قنوات خذت المغامرة ودخلت في السياق ودخلت واكبت ملي توفى الباجي قايد السبسي انتخابات سابقه لوينها تحلت لي بلاتو على العموم تعلق عليها ما تعلقش لكن تعلق عليها ما تعلقش لكنها قاعده تخدم على روحها وسجلت ثمورها في ما قبل الحمله. صار الاعلام العمومي التلفزه الوطنيه اليوم باش تقتصر على مناظره حتى لتو شكلها غريب عجيب وانا حتى لتو نحاول نتخيلها ما لقيتليش خيال خاصه كيلو خيال في التلفزه العموميه يقولوا كان نجحت باش نعموها على الانتخابات التشريعيه كيما قال لك حبيب باش تناظر شنو في الانتخابات التشريعيه قائمه حركه تحرير تونس في مدنين باش تناظر قائمه حزب الامل في نابل حتى المتناظرين يعني في الانتخابات يعني الرئاسيه اللي هم عددهم اقل من القائمه في المدرسه التشريعيه وشنو الاسئله اللي باش تقسم و20 وشكون قال لك كيما قلنا البارح انا باش نرضى باش نحضر مع ملاك وحبيب باش يرضى باش يحضر مع برهان وكذا مترشحين ومتنافسين من نفس العائله اسكو باش تجمعهم مع بعض ويتناظروا ضد بعضهم يعني ويواجهوا بعضهم هذه ما اسئله تطرح مثلا تطرق. لا تو هي 10 ايام الحمله الانتخابيه نتاع الرئاسيه علاش مش 10 ايام معناها برامج مناظرات 10 حلقات وبالطريقه هذه يولي ثلاثه مرشحين في كل حلقه هو سكي شوغ احنا كبادره اولى سمعنا بها وناس كل فرحنا بها في تونس وحتى في العالم العربي نتمنوا لها النجاح احنا اذا كان اون بو سي كيستيون راهو نحبوا نعرفوا خاطر احنا بدنا نحبوا نساهم ونحبوا تكون العمليه في اطار النزاهه في إطار الشفافية كما قال برهان التلفزة الوطنية مهم جدا أنها تكمل جوسكو بو في البادرة هذه وأحنا زادا كقطاع خاص ماذا بينا نساهم ولكن نبداو فاهمين رواحنا على أي أساس المعايير المقاييس باش حتى حد ما يحيد على الخط اللي والمسار اللي يلزم نبداو فيه الناس الكل باش العملية هذه تنجح وتعود بالفايدة علينا وعلى غيرنا. ثم حاجة مالك البارح قالها برهان ونستوضحوا فيها وندقوا فيها اللي هي الشركة الجمعية الجمعية المناظرة الجمعية باهي هذه خلينا نكون واضحين قريبة من الإنجليز والأمريكان وبالتالي هي تخدم بالسيستم والأتراك ما نعرفش أما المعروف أنها هي عنده المعلومة هي أنجلو ساكسونية تخدم بالسيستم الأنجلو ساكسوني في المناظرات بمعنى متاع كل واحد يقول التيراد متاعه وكهو معناها تقصد انت هل سيتم تونسة المسألة لا كنا نجم فرنست معناها المناظرات الفرنسية اللي حكى عليها البارح بوريان هي قائمة على التيكو تاك والجدل بين المترشحين ولا نرجع للأكثر الفورمال أكثر معقول واللي جربته التلفزة العمومية في تاريخ الانتخابات اللي عرفتها البلاد الكل سواء ما قبل 2011 ولا بعد 2011 على العموم أكل الخمسة دقائق اللي تتعطى الكل احنا من جانبنا نوعدوكم باش يخاطب الشعب التونسي مباشرة احنا نوعدوكم لكن في شكل جديد احنا من جانبنا نوعدوكم انه نفس الاسئله اللي قاعده تدور في البلاتو اليوم باش نحاولوا نجاوبوا عليها في اقرب وقت ممكن باش يكون عندنا ضيف ينجم يجاوبنا على كل هذه المسائل العالقه. نواصلوا اخبارنا وين افادت الخبيره برابطه ناخبات التونسيات انوار منصري انه الرابطه باش تقوم لاول مره بملاحظه ورصد اشكال التمييز العنصري اللي ما عندوش حتى علاقه باللون بين المترشحين والمترشحات وانه باش تتم مرافقه 10 نساء لرئيسات قائمات في مسارهن الانتخابي وخلال إدارة الحملة الانتخابية في محاولة لمعرفة مدى تطبيق قانون منع التمييز ضد النساء من قبل رؤساء الأحزاب. برهان والله ايش باش نقول لك انا الجمعيه شو اسمها الجمعيه هذه جمعيه رابطه الناخبات التونسيات يعني نشاط جيد وان شاء الله تكون مبني على يعني على معناها حاجات حقيقيه مرتبطه بمراقبه قضيه التناصف قضيه انا حكايه تسجيل حالات الميز العنصري الحق حتى لتوا ما فهمتهاش الحكايه هذيا فهمت وخليني نكون واضح معاك الميز العنصري قالت بالضبط من قبل رؤساء الاحزاب ينجم يسلطوها على النساء انا نحب المجتمع المدني وانا راني نقدر نشاط المجتمع المدني ونقدر نشاطها آلاف الجمعيات هذية أما أحيانا ساعات باش نشد زاوية معينة نخدم عليها اللي هي خدمتي بالطبيعة ما تعرف الجمعيات اليوم والتمويل أنت يا سي حبيب يسمك تعمل برنامج باش تلقى التمويل فهمت ساعات نولي أصطناع في برامج مثلا نعرف اللي في أوروبا فما بعض الجهات المانحة اللي تشجع الرجال على تربية الشلاغم نتاعهم نولي انا نعمل نشاط في تونس جمعيه حمايه الشلاغم السوداء المعوجه
باش نبرر الحكايات هذه نصطنع نجيب حاجه ارش حاجه ملحيه نجيبها نستوردها فهمت انا اليوم احترامي راهو انا نقدر بارك الله فيهم ويخدموا درا شنو انا قضيه اليوم في حمله انتخابيه باش نرصد علامات الميز العنصري وعلامات كذا فما قانون انتخابي وقانون انتخابي فرض على الاحزاب والناس الكل التناصف لان في خدمه انتخابات بلديه اكبر مشكله واجهونا في حكايه عمليه القائمات هي قضيه التناصف يعني حضور النساء حضور مفروض بسلطه القانون باش تراقب شنو عمليات الميز العنصري ولا عمليات الواحد اما هو كان تفهم المجتمع المدني يخرك على روحه والجمعيات تحرك على روحها لا هو كان ثم حاجه يجب مراقبتها برهان هو مراقبة الخطاب السياسي أثناء الحملة الانتخابية ومراقبة فعلا خطاب الكراهية خطاب الجهويات اللي يلعبوا عليه برشا ناس في العمليات الانتخابية وطبعا من ضمنها الميز العنصري والتمييز ضد النساء أما إسونسيالمون مراقبة سلامة الخطاب السياسي مسألة مهمة هي هذية واضحة هنا حتى الهيكة والليزي نفسها ويعاونوا الجمعيات المدنيه هنا يعني المجتمع السياسي الكل أي. تاكد انه اذا كان خطاب كراهيه قائم بخلفيه عنصريه جهويه مش باش يسكت ماهوش محتاج الجمعيات باش تراقبه سيكون محدد يعني باش يتحسب على صاحبه لا مهمه يعني كنترولي لا الجمعيات عندها امكانيات مثلا اقوى عندها امكانيه باش تتبع برهان اللي قاعد يعمل حمله انتخابيه في قريه كذا ويمكن يتيح لنفسه على خطر في وسط الحومه نتاعو يقول لهم اسمعوا انا راني رئيس القائمه والحزب نتاعنا ما عملش رؤساء قائمات من العرش هذا الا كذا ولهذا يلزم الناس كل تنتخبوني على خطر انا الوحيد عندها برشا برهان حتى كان جمعيه انا ذكرت انتخابات حبيب تتذكر في 2014 ثم تصريح حري في الباجي قايد السبسي في التور الاولاني بعد ما البات طلع الباجي قايد السبسي ومص مرزوقي الدوزيام تور تذكر وقتها حبت العباد باش تقيم القيامه رد بالك قال الجنوب هذايا اللي لبس الباجي قايد السبسي شوش ارهاب اي لبس تصريح خطير رصات يوضح وكذا والحمد لله البعض حب يلعب على النعرات الجهويه هذه ويهيجوا ونسب ايضا تصريح لعبد الناصر العويني على الجنوب وما الجنوب والجنوب النهار كل يصوت للنهضه تيما هي البرهان الماكينه مش بدها تخدم يعني مهمه نستغلوا الجمعيات المدنيه الجمعيات المدنيه هنا تولي دقيقه لانها تنجم تحضر امكانياتها ربما قول ربما امكانياتها اكثر من العكا ولا اكثر من الليزي وبالتالي تنجم تتبع حتى خطاب انتخابي في قريه صغيره ما يشوفوا حد يعطي فيه الفرصه الروح المترشح انه يحكي واضح. احيانا بنبره واضح. ربما عدائيه صرح وزير الهجره والتونسيين بالخارج ورئيس المكتب السياسي لحركه نداء تونس رضوان عياره صرح انه يوسف الشاهد هو مرشح نداء تونس للانتخابات الرئاسيه وانه باش يدعو كل القواعد الندائيه داخل تونس وخارجها للاصطفاف وراء الشاهد في الانتخابات الرئاسيه وقال عياره ايضا انه المرشح عبد الكريم الزبيدي ليست له اي علاقه بحركه النداء ولم يقم حتى بزياره المقر الرسمي للحركه. المرشح الطبيعي وهذا اعلنت عليه هو السيد يوسف الشاهد لانه ابن النداء السيد عبد الكريم الزبيدي ما عنده حتى علاقه بنداء تونس وما مشاش حتى زار المقر الرسمي للنداء وحتى دخل المكتب على قلب صفة اعتبارية للزعيم الراحل باجي قايد السبسي وسندعو كل القواعد الندائية في مختلف الولايات وحتى في الخارج أنها تصطف وراء السيد يوسف الشاهد سيل من التصريحات والقرارات بعد هذا التصريح الصباحي على خلفية تصريحات المنساندة ليوسف الشاهد نداء تونس يقرر تجميته وإحالته على لجنة النظام من ثم هو يرد ويقول سأقاضي الموقعين على بيان تجميدي بتهمة تدليس هذا متوقع سمعنا يعني وكنا تنبأنا وتقريبا طرحناه لهنا لأن درا فما موقف موحد داخل حركة نداء تونس تجاه المرشح للانتخابات الرئاسية الموقف الرسمي اللي أعلن عليه نداء تونس من خلال هياكله الرسمية كان دعم ترشيح عبد الكريم الزبيدي بعد سمعنا أنه منسقين جهويين لنداء تونس بعد اجتماعهم مع سي عبد الكريم الزبيدي عبروا على انهم يعني ما همش راضيين على حجم تشريك حركه نداء تونس في حمله عبد الكريم الزبيدي فهمنا انه فما مشكله داخليه داخل نداء تونس بخصوص وحده الموقف تجاه الانتخابات الرئاسيه حاله تجاذب لم تنتهي اعتقد انها استمراريه للتجاذبات المكرره والمضاعفه والمركزه والكونسنتري في حزب حركه نداء تونس كما قلت انت بعد موقف سي رضوان عياره سمعنا اليوم زاد بيان يعني تجميد عضويه سي رضوان عياره اعتقد هذه حلقه اخرى من حلقات
مسلسل الأزمة الداخلية، أزمة وحدة الموقف داخل حركة نداء تونس. بالضبط، هو فسر الصباح قال علاش يعني انه يعتبر المساندة الكلية ليوسف الشادي، يقول اول حاجة اي قرار يتخذ بمساندة اي مرشح لازم يمر عبر مؤسسات الحزب، لازم يمر عبر المكتب السياسي اللي يلزم ينعقد، ثم يحيل ذلك على المجلس الوطني لاخذ القرار النهائي، شيء اللي ما صارش. صحيح، لانه الترشح، لانه المساندة نتاع نداء تونس جات وكانها بشكل يعني تلقائي، فرضت وكأنها أمر واقع. صرحوا بعض قيادات من الصف الأول، قالوا مرشحنا عبد الكريم زبيدي في إطار المناكفة مع يوسف، مع يوسف الشاهد، ما ثم حتى نقاش. بعد شفنا تصريح روف خماسي اللي عمل احتراز، معناها تقريبا وكأنه أوحى مطالب عبد الكريم زبيدي بمراجعات. بالضبط. بعد نلقاو خالد شوكات في الهيئة متاع مساندة عبد الكريم الزبيدي، ولكن علاش خالد؟ علاش مش ناس اخرين؟ لا فما ناس اخرين، ونحن نعرف لا فما ناس اخرين سي حبيب، فما وفاء مخلوف، اي فما أي. إيناس بن نصر، يعني نداء تونس ممثل في الحمله الانتخابيه باكثر تقريبا من 5 عناصر. اي دونك ثم لانه خالد هو اكثر اسم ظاهر. فوالا خالد، وخالد اللي محمول على مسار معين او على رؤيه معينه او على توجه معين. لكن كلام زاد سي رضوان غير مقنع، لانه كيقول يوسف الشاهد ابن نداء تونس يقصد الابن التاريخي لنداء تونس. بالضبط، مش يقصد كيما محسن مرزوق، كيما العايدي، كيما جلول. عبد الكريم الزبيدي ما جاش للمقر، ما زارش المقر، ماهوش مبرر. انت اليوم قدام زوج مرشحين، الزوج ما ينتميوش لحزبك، يلزمك تعطينا مبرر سياسي، لازمك تعطينا مبرر واقعي. المبرر هذايا مش هي علامات. ولكن انا زاد نربطها بموقع رضوان عيار. أنت وزير الآن في حكومة يوسف الشاهد، نعم. وبقاء غادي أصلا أنا أتصور من البداية ربما ما كانش معناه برضا تام من الناس اللي رافضة يوسف الشاهد أو داخلة معاه في صراع من نداء تونس. بالتالي متوقع من رضوان عيار هذا متوقع حبيب، لكن للأمانة أنه حصل نقاش، أنا معطياتي أنه حصل نقاش داخل حركة نداء تونس بخصوص الترشيح، من سيدعم حركة نداء تونس في الانتخابات الرئاسية. هذا ما تنجم تقوله لنا. لا لا لا، حصل نقاش. لا والناس اللي تبعت وقتها الاجتماع للهيئة السياسية لحركة نداء تونس صحبت كل القوائم المترشحة في الانتخابات التشريعية، نتذكر اللي نهارتها والناس عبرت على موقفها. فما شكون اللي جاء مع عبد الكريم الزبيدي، كما للتاريخ فما شكون جاء ضد ترشيح عبد الكريم الزبيدي. أنا معناها موقف كما موقف رؤوف خماسي من الأول، أنا نعرف اللي رؤوف خماسي كان محترز وعبر على احترازه، والسيد رضوان العيارة محسوب داخل حركة نداء تونس على السيد رؤوف خماسي أو ما يعرف بمجموعة السيد رؤوف خماسي. يعني كانوا من الأول واضحين في الموقف هذايا، أنه يقول لك احنا نحترزوا على عبد الكريم الزبيدي، ماذا سيعطي عبد الكريم الزبيدي لنداء تونس مقابل ذلك. لكن الموقف الأغلبي تقريبا مشى في اتجاه نحن هنا عندنا مشكلة تهم الحياة الداخلية للأحزاب في مدى الانضباط للموقف الأغلبي. شوفوا حركة النهضة مثلا، برشا ناس ضد ترشيح عبد الفتاح مور وعبروا عليه، لكن في الاخر سرعان ما نزلوا تحت الارض وانضبطوا للموقف العام. شوف حركه تحيه تونس زاد فيها بعض الحاجات، مثلا اليوم سمعنا انه صاحبي بن فرج عبر كان البارح في الريسبسيون تاع عبد الكريم الزبيدي. يعني عندنا مشكله، عندنا مشكله في الحياه الداخليه للاحزاب في مدى الاحترام. نتاع تحيه تونس خرج تماما ومشى في الساحل، يظهر لي تقريبا هذه حاله معظم الاحزاب في الجانب هذايا. قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن العديد من المترشحين للانتخابات الرئاسية يسعوا حاليا لعقد لقاءات مع المنظمة الشغيلة التي تحرص على الوقوف على نفس المسافة من الجميع. احنا ما عندناش حتى واحد باش نرجعوا نساندوه، احنا نحترموا كل الناس المترشحه، الاتحاد باش يكون مع كل من انسان يحمل شعار ويحمل من اهم البلاد هذيا، ماناش مساندين لا هذا ولا ذاك، ولكن احنا نتمنوا اللي هو برنامج يكون فعلا حق انتظارات التوانسه ومشاكل وخارج تونس من الوضع هذا ونقضها. حكي حتى قال برشا مترشحين قاعدين يطلبوا في ود الاتحاد وباش نبداو ابغتيغ من اليوم نهار الخميس نبداو نتلاقاو بهم واحد واحد.
شوف سي بوعلي تصريح دبلوماسي في نهايه الامر وباش نتقابلوا معاهم اول واحد، لانه سي بوعلي اكيد وجه بهذا السؤال بعد الحدث اللي عرفته بطحه محمد علي اليوم اللي هي زياره المرشح الرئاسي عبد الكريم الزبيدي ولقائه اللي كان الحقيقه حتى من الصور لقاء حميمي، يعني حضور يعني تقريبا اغلبيه من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد اللي يمثلوا كل الاتجاهات. وانا ما زلت مصر يعني أدلى التصريحات الدبلوماسية هذه اللي يتابع الكواليس ويتابع يعني الجو البطحة في التراك نتاعها يدرك أن قيادة الاتحاد مايلة لدعم طبعا دون أن تعلن عن ذلك ترشيح عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية. أي أنا شفت المحمولين على خط معين داخل المركزية النقابية وبالخصوص المكلفين بالإعلام أو التعبير بشكل أو بآخر على مواقف نيدا تونس واللي مقربين شوية ايش قلت؟ هي اتحاد شغل، انت قلت نيدا تونس. اتحاد شغل نيدا تونس. بس على نيدا تونس. لاحظنا فعلا اللي ثم طرف معناها ربما يميل الى عبد الكريم الزبيدي. انا التصريح نتاعه سي بوعلي ما فهمتوش. يقول احنا على نفس المسافه مع الناس الكل وماناش باش نساندوا حتى حد، ولكننا طبعا سندعم والا مش عارف سنميل والا كذا اللي عنده برنامج يحفظ كذا ويحفظ اي معنى. اما تقرروا تقولوا انا هو البرنامج اللي شفتوه انتم يناصر الدوله الاجتماعيه ودوله الرعايه الاجتماعيه ويناصر معناها حقوق العمال ورافض الخيارات الليبراليه المتوحشه وتعلنوا عليه، والا ما نبقاوش في الغموض هذايا. من ناحيه تقول احنا ما باش نرشحوا حتى حد، ولكننا طبعا نساند ونقف الى جانب من يكون كذا وكذا. قولوا لنا شكون كذا وكذا، يعني شكون تعتبروه يحمل هذه البرامج التي تتقاطع مع شوف الاتحاد العام التونسي للشغل اللي كان وضح امره منذ البدايه بتقرير خلينا نقولوا اجتماعي او اقتصادي في هذه المرحله، ويختار حزبا معينا معناها ربما كان يصير له انا نقول معناها خلافات كبيرة في داخل، ولكن في نفس الوقت هناك خط يرى أن من مصلحة الاتحاد أن يكون فاعل في العملية الانتخابية هذه ويبين أن قوته تنجم تأثر في المسار الانتخابي، وبالتالي هو بين أن يؤثر وبين أن يبرز فعله وبين أنه يقول إيه ساندنا فلان وتوتشوف وأنه فلان يربح سكوبات يا وبين أنه يبقى نعطيك على مسافة. نعطيك شوية سكوبات في الهيستوريك بتاع قضية الترشح انتخابات الرئاسية. نعم. عبد الكريم الزبيدي بعد وفاة الرئيس باجي قايد السبسي لم يكن طارح على نفسه ترشح انتخابات الرئاسية، وهذا قلنا لم يكن على عجل لي. نعم. على عجل. أي. من بين أكثر الشخصيات التي أثرت وطلبت من عبد الكريم الزبيدي بإلحاح أنه يترشح الانتخابات الرئاسية هو سي نور الدين طبوخ الأمين العام الاتحاد العام للشغل. بالتالي القضية مفهومة، التصريحات الدبلوماسية هذه مفهومة، الاتحاد ماهوش شغل. علاش ما يقولهاش علنا؟ كل المؤشرات تقول ذلك. وناقش داخل القيادة النقابية لين درا نعملوا هيئة إدارية ونمشيوا في إعلان اسم مترشح وندعموه ولا وفما تيار كبير قال فك علينا ما نحرجوا حد مادام ما نعرفوش شنو هي ردود الأفعال كذا، لكن خلينا دعمنا يكون عن طريق التلميح مش عن طريق التصريح. بالتالي كل هذه الحكايات وسي بوعلي عدل في موقف سابق، سي بوعلي عمل كيما التشنشينه اللي واضح حلها هو اسم عبد الكريم الزبيدي، احنا راهو مرشحنا هو اللي ماهوش مرشح من حتى حزب، احنا باش نمشيو مع مرشح مستقل. مشكون ما نصورش ماشيين مع سي المرايحي ولا ماشيين مع باسي الفخفاخ مع التكتل ولا ماشيين مع سي عمر منصور، يعني واضحه العمليه. لكن بيان سور الناس الكل باش يشوفوهم توا على ابواب الاتحاد العام التونسي للشغل باش يمشيوا باش يطلبوا ود الاتحاد ليدعمهم في السياق الانتخابي. الاتحاد استقبل وفد عن حزب قلب تونس والبارح والحديث كان بخصوص مساله ايقافنا بالقروي اكثر منه حديث على الانتخابات الرئاسيه والدعم. ولكن تقريبا اليوم اذا كان باش يحصل مشي وجاي على الاتحاد في افتتاح موسم الانتخابات الرئاسيه اعتقد من افتتح هو الدكتور عبد الكريم الزبيدي زياره محمد علي. العارفين بالتجاذبات اللي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل لن تسمح له حتى ولو ثم اسماء، ديجا ذكرنا اسماء نور الدين طبوبي فلان اميل لعبد الكريم الزبيدي، هناك ناس معروفين قيادات وسطى او على الاقل حتى قيادات قطاعات معناها مؤثره كما التعليم الثانوي يرفضون هذا. ننتظر ونشوف قادم الايام. انتوا كان معاش مش يبطاو برشا في الاعلان
يجازف بأن يعلن مرشح. في تعليقه على موقف رفيق عبد السلام اللي اعتبر أنه قرار حركة النهضة بترشيح عبد الفتاح مورو خاطئ، قال مورو أنه مرشح إجماع وليس إكراه بدليل عدد الأصوات المرشحة لي اللي بلغ 98 صوت وفق تعبيره، وأضاف أنه تصريح رفيق عبد السلام هو الدليل على الديمقراطية اللي تتسم بها الحركة داخلها وحرية الرأي والاختلاف، وأنه الحركة سمحت له باش يعطي رأيه بكل حرية. والله لو كان فما إكراه ما تكونش الأغلبية بهذا الشكل، وما يكونش ما فماش معارضة أصلا، هذه كادت تكون إجماعا. ولذلك أنا في تصوري الإكراه لا ينتج إجماعا، أنا يظهر لي هذا يعزز القرار ويجعلني نعتز به، لأنه جاء بعد أخذ ورد بعد نظر. يظهر لي ما توقعوا جواب آخر لعبد الفتاح مورو حول المسألة هذه. تصريح رفيق عبد السلام بأنه معناها بأن ترشيح عبد الفتاح مورو خاطئ كان لحظات أو دقائق بعد إعلان القرار في مجلس الشورى، ثم بعد ذلك صمت رفيق عبد السلام. ترشيح عبد الفتاح مورو في مجلس الشورى كان بعد خروج راشد الغنوشي لمدة 10 دقائق أو تقريبا 15 دقيقة، لم يلتقي فيها رفيق عبد السلام ولم يلتقي فيها أسماء أخرى ممن فوجئت بهذا الموقف، ولا يعلم لحد الآن ولا يعرف لحد الآن الخمستاشر دقيقة هذيك اللي خرج فيها راشد الغنوشي ثم رجع إلى مجلس الشورى وأعلن أنه يرشح عبد الفتاح مورو شنو هو اللي صار فيها؟ ما شكون حكاية؟ هذا هو 15 دقيقة غريبة. وبالتالي رفيق عبد السلام بكش يتصل بحر لعيفة ولا حاجة، الله أعلم، زعمة مش أعطاها تكتيك زعمة تالوية. نصف حدثا أيوة. رفيق عبد السلام صرح بعد لحظات ودقائق ثم سكت خاطر على البلاصة، الانضباط دون على البلاصة لأنه ما سألش الشيخ شنو اللي صار، اشتمى شبيك كنا هكا وبعد كنا هكا. ثم بعودة الشيخ معناها بعد ربع ساعة المجلس الشورى يصوت بالأغلبية ثم يصمت رفيق عبد السلام أنه مازال مختلف مع الترشيح، ربما وارد أكيد أي. وفما برش عباد مختلفة على الترشيح ومختلفة يعني في قراءة مصلحة الحركة تجاه هذا الترشيح، لكن توا الزفارة زفرت والتنظيم حركة النهضة صحيح في تجربة ما بعد 2011 تنظيم تأقلم مع التحولات، تجرب الحكم، خرج بالحكم، قاعد يجرب في مؤسسات الدولة، يجرب في معنى السلطة ومعنى الدولة، لكن حافظ على الريفلكس بتاع التنظيمات العقائدية. لا جماعة، جماعة هكا نختلفوا صحيح وديمقراطية وكذا، أما تنتظرش السقف باش يتجاوز الأمور مع التنظيمات هذه متاعنا، نداء تونس وتحية تونس ومشروع تونس والفوضى الخلاقة والكذا. لا، الجماعة وقت اللي تزفر صفارة الناس كل تشد الصف، الناس كل تشد الصف. لا حد شي حاجة سي حبيب، منذ قرار ترشيح عبد الفتاح مورو سحبت كل وجوه المعارضة من البلاتوات للتيلي والإذاعات. ما زلت تسمع في محمد بن سالم؟ أنت وينه سي محمد؟ موجود في الواحد في البلاتو مشي ولا كذا؟ رفيق عبد السلام أنا أعتقد أنه طلب منه أن يمشي، كانوا حتى ما هوش مقتنع بالترشيح، يمشي يتنزه في اسطنبول ولا يمشي يتنزه في أي بلاصة، يعمل دورة ويجي بعد 15 سبتمبر. الآن بالنسبة ليهم اتخذوا القرار، ستتجند كل هياكل النهضة، وفي الحقيقة قاعدين يخدموا في خدمة صامتة. عبد الفتاح مورو كان لحطه ما هوش موجود في العرك والمعروك بتاع الإعلام اللي فيه القصف العشوائي المتبادل بين كل المترشحين، سحب روحه من المعركة هذية، قاعد يدور في الجهات اللي يراقب في الارض وجيه تقارير على الميدان يعرف اللي هياكل النهضه اليوم في مد تصاعدي بتاع عمليه التعب امتاعها قاعدين يخدموا. الاعلام برا جماعه تتلهي، فما شكون لاهي بالفيسبوك حبيب نبدل له تصريحه، الاخر نفبرك له واتساب، اما الخدمه الصحيحه توا هابطين، تاكسيات، اللواجات، الكيران، الحوم، البورتا بورت، الخدمه الصحيحه، الاعانات اللي ما تشوفهاش انت سي حبيب، الخدمه بتاع الماكينه الصحيحه اللي وقت اللي زفرت الزفاره، لان القضيه بالنسبه لي قضيه مصيريه لمستقبل الحركه، مرور عبد الفتاح مورو للدور الثاني، بدات الخدمه على الواحد على الارض. وهذا اعتقد ما تنجمش كما قالت ملاك تسمع رد اخر يختلف عن الرد اللي قاله عبد الفتاح مورو اليوم
في علاقة بالتعليق على رفيق عبد السلام، له يقول له رفيق غالط ولا رفيق كذا، لأنه عارف إيه؟ الماكينة سيد حطت على السكة ومشيت. فقط ملاحظة برهان، مجلس الشورى نعرف التصويت يتم بداخله فيه تقريبا 150 عضو، يعني احنا هوني يقول يحكي على 98 هما اللي كانوا حاضرين، يعني والبقية خمسة احتفظوا بس تقريبا حتى واحد ما قال لك قرابة 50 هوني. لأنه الوقت غير، جات معطيات كما قال لك حبيب إلى الآن غير معروفة، لأنه راهو التسريبات الإعلامية ما كانش تسريبات راهي جانبية وخاطئة 100%. راهو هو كانت دورة ثانية تقريبا لمجلس الشورى تورك منعقدا ومفتوحا تقريبا مع المكتب التنفيذي الى اخر يعني الواحد. هو كما قلت لك ثم انضباط يعني للقرار، حتى واحد ما قال ليه انه الحركه لن تقدم مرشح من داخلها حقيقي. اش حصل في تغيير الموقف الى الان؟ هذا ماهوش واضح. نختم بالخبر الاخير، وين اصدرت وزاره المراه والاسره والطفوله وكبار السن بلاغ على خلفيه الفيديو اللي تم تداوله على الفيسبوك يضمن اطفال يتهاجموا على القضاء التونسي بسبب ايقاف المترشح للرئاسيه نبيل القروي. البلاغ هذا تعلن فيه انها تولت في الابانه تنسيق مع مندوب حمايه الطفوله المختص ترابيا لاتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه عبر تعهد النيابه العموميه بالملف، الى جانب تعهد بالاطفال وتوجيه عائلاتهم من اجل مزيد الاحاطه بهم وعدم الزج بهم في المنافسه السياسية. البارح رينا الفيديو اللي دارت، راهي ما فماش كان الحادثة هذيك، فما مرشحين اخرين قاعدين يستغلوا في صورة الاطفال ويستغلوا فيهم في الحملات الانتخابية. القضاء هو ياخذ المجرى نتاعو وهو اللي باش يسلط العقوبات اللي تكون في مستوى الخطأ، واحنا رانا قاعدين بالمرصاد عندنا سيريول دوفي اللي هي قاعدة تعس وتراقب وتشوف في كيفية استغلال نتاع الاطفال في عديد المجالات بما فيها مجال استغلال الاطفال في الحملات الانتخابية. وزيرة المرأة تقول برهان اللي هي ما مش هذه الحادثة الوحيدة، ثم حوادث أخرى، ولكن يظهر لي هذه الوحيدة اللي خرجت الإعلام سمعنا بها. يبدو وبناء على الحادثة هذه تحركت يعني وزارة المرأة والشؤون الطفولة في علاقة بمسألة هذه استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية اللي هي في الحقيقة مسألة ملتبسة حتى على المستوى القانوني، مسألة ملتبسة استغلال الأطفال في حملات انتخابية حتى التوى لا وضحتها ليزي القانون الانتخابي ما فيهش ما يقولش ما ينصش على المسألة هذه المشكلة بابا مش ما نحبش نعقد الأمور ولا نهمشها. هي صحيح يعني لا ينبغي استغلال الأطفال ما همش فاهمين كوحهم من بوحهم في علاقة بالانتخابات الرئاسية، لكن أنت من جهة أين يوجد استغلال الأطفال حيث يجرم القانون ذلك؟ أين يبدأ وأين ينتهي؟ أنت اليوم يا سي حبيب في المناهج المدرسية حتى في التعليم الابتدائي نعلموا في الأطفال كيف يلزمهم يندمجوا في العملية السياسية، كيف يلزمهم يشاركوا كيف في انتخابات، ولاو يعملوا لهم حتى في المدارس الابتدائية انتخابات مجالس الأقسام في إطار رعاية المسألة المدنية الديمقراطية والتنشئة عليها من الصغرى ومن الطفولة. برا فركس يقول لك هذوما اطفال في حمله انتخابيه، انت ما قاعدين نشاركوا فيهم في الجو بتاع الانتقال الديمقراطي والدربه والحكايات هذيا ويتعلموا يختاروا ويتعلموا مرشح دون اخر، يعني هنا في ظل غياب نص قانوني كما قلت انت، القانون الانتخابي لهنا كي وزاره المراه والنيابه العموميه اللي زي انا نحب نعرف ما نعرفش جاوبوني لهنا انا ما عنديش فكره اللي زي تجرب هذا والا لا هو ثم القانون هو القانون مجمل اللي يعاقب على كافه مظاهر الاستغلال فقط. جبت 10 وليدات حطيت مرشحنا سي حبيب ولا غيره وكذا، فهمت؟ لا يدرى هذا قانونا في القانون الانتخابي تهمه يعاقب عليها المرشح ولا حبيب. هو المثير للاستفزاز استغلال أطفال في عملية كراهية أو تهجم على مؤسسات الدولة، أن جاب صيرات يصيحوا على القضاء وإلا يسبوا في القضاء. هو على فكرة حزب قلب تونس انفاء تماما وأوكل المسألة الكل قال لي منافسية في الانتخابات. أوكي دونك المثير هنا اللي أثار السؤال هو هنا، هذا يدفع وزيرة المرأة إلى أنه نتساءل نعم كيف يمكن أن نعتبر تشريك الأطفال في الشأن العام أو الشأن المواطني متى يصبح استغلالاً لو مثلاً نجيب صغيرات في حشي اجتماع شعبي اجتماع انتخابي لا استنى نجيب صغيرات مثلاً باش يعملوا دعاية للبيئة أوكي سي بون
نجيبهم باش يعملوا اعلان حب لفلسطين مثلا. اوكي نجي نعمل ما نعرفش انا باش يعلنوا حب لفريق لنادي برهان يصور هو ولده معناه ولده لابس مريول النادي الافريقي. كان وضعكم الان لا يسمح ربما لا وضعنا ربحين وربحنا سته من فضلك هذه تسحبها حالا ولا نسحب راهم البلاتو هذا شيء تو اذا هنا اسكو برهان استغل لا تم حاجات نجم تكون فيها معناها خلينا نقولوا نوع من القبول لكن بطبيعه الحال لازمنا نسالوا هل انه نجيبوا اطفال يناديوا باسم رئيس معين والا باسم حزب معين وكذا يعتبر استثمار ولا واستغلال ولا ايضا الاطفال حتى في دعايه للبضائع مثلا اي الاطفال اي نجيبوهم على البوبليسيتي ولا ما نجيبوهم مش الحقيقيه مشكله الاطفال في التمثيل ما نعرفش انا ثم ولا يعني تعطيه دور مثلا دور اجرامي او كل ما يكون القانون ما هوش واضح ومعقد كل ما يكون تتحل المساله قابله للتأويل ونجم كل واحد يعطيك لقب ومتاعه وما نخلصوش من المسألة القانون الانتخابي حبيبي لا احنا ماهيش ليزي والقانون الانتخابي لانه ماهيش قضية متاع اطفال يقوموا بالدعاية لحزب والا لمرشح لا هذوما اطفالي اما القضايا اللي ذكرناها الاخرى الكل ثم مجلة الطفولة نجم تعتبر انه فيها فصول تتعلق بهذا الاستغلال الاطفال ويظهر لي وزير المرأة استندت الى المجلة هذه ما يجرم استغلال الاطفال في حملات كراهية حملات انتخابية لا ما هو ما يذكرش حملات انتخابية هذاك علاش هي دور تقول عنها سيلول حملات الكراهية استغلال الاطفال في الاحترام هي مثلا أي في استغلال الاطفال استغلال جنسي اقتصادي ما الى ذلك لكن في النقطة هذه بالذات صحيح وهذاك علاش هذول اللي قالت ثم سيلول دوفي قاعدة تتبع مراقبة استغلال الاطفال في الحملات الانتخابية هذول هذاك علاش ما ثماش قانون واضح واحد عنده مرشح نتاعو وولده معاه وماشيين ينتخبوا ولده ولا مش ماشيين ينتخبوا خارجين في حمله انتخابيه وحاضرين معاه ملبس ولده مريول الحزب نتاعو اي هذا استغلال ولا مش استغلال لازم يتحدث خليه مش في المطلق على العموم هذه ابرز عناويننا الاخباريه بعد شويه نستقبلوا ضيف غونديفو نوف بعد شويه محمد الهاشمي الحامدي المترشح للانتخابات الرئاسيه من أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات نفذ عدد من أنصار المرشح للانتخابات الرئاسية سبق الأوانها محمد الهاشمي الحامدي وقفة احتجاجية على ما اعتبروه تضييقات على الحامدي مؤسس تيار المحبة كان أكد أنه تم إخباره كتابياً بعدم أحقيته الإنفاق من ماله الخاص على حملته الانتخابية ولا الترويج لها في صفحته على الفيسبوك ولا في قناته المستقلة الحامدي دعا في تدوين ليه التوانسة اللي همهم رئيسي دافع عن الهوية الإسلامية للبلاد وتأميم الثروات الطبيعية لا تبرع لحملته الانتخابية على حسابه الموجود لدى الشركة التونسية للبنك وفق القانون الانتخابي هيئة الانتخابات أعلمت المرشح أنه جلب أموال من الخارج يعتبر تمويلاً أجنبياً ودعا رئيس الهيئة نبيل بافون الإطار القانوني لحملة الحامدي لمساعدته على إيجاد حل مسألة التمويل الأمر الصادر عن الهيئة ما استحسنوش الهاشمي الحامدي واتوعد في تدويناته بمواعيد تلفزية في قناته لفضح ممارسات الهيئة والمؤامرة محاكاة ضده محمد الهاشمي الحامدي أصيل قرية الحوامد من سيدي بوزيد انخرط في النشاط السياسي إلى جانب أنصاره من حركة الاتجاه الإسلامي الاسم القديم لحركة النهضة عاد الهاشمي الحامدي لتونس بعد 28 سنة قضاها بلندن ودخل من خلال قناته انتخابات المجلس التأسيسي وفاز ب 26 مقعد وحازت كتلته مكان مهم بالبرلمان لكنها لم تدم طويلا بعد انسحابات النواب من الكتلة بعد ذلك قرر الدخول في سباق قرطاج 2014 وسخر جميع إمكانياته إلا أنه قرر الانسحاب ليفسح المجال للذين منهم أوفر حظاً منه مع أبو الكثير على الحامدي وخاصة منتقدي سرعة تغيير المواقف وأراءه السياسية وتلحقوا لتهمة الشعبوية بتقديم نفسه من لندن بأنه نصير الفقراء الحامدي يقدم اليوم نفسه كرئيس التوانسة وحسب تصريح لي في قناته في مارس الفارت بأنه لاحظ أنه الشعب التونسي حزين ويعاني من الاكتئاب لهذا فهو بحاجة لرئيس كوميدي يحمل موجات إيجابية لي فهل حظوظ الحامدي وافرة بأن يكون صاحب الموجات الإيجابية والبسمة الدائمة لهذا الشعب المنهك نستقبل مباشرة ضيفي محمد الهاشمي الحامدي المترشح للانتخابات الرئاسية ومرشح تيار المحبة مساء الخير أهلا وسهلا بك مرحبا بك مباشرة ندخل معك في النقاش أول سؤال بديهي لماذا يريد أن يصبح محمد الهاشمي الحامدي رئيسا للجمهورية التونسية
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا من مصلحة مشاهدي القناة أن أصحح معلومة في آخر التقرير. التصريح اللي نشرتوه على الشاشة كاذب. يعني هل يعقل أن إنسان دارس في جامعة أكسفورد السياسة في جامعة لندن وكان زعيم طلابي يعرف برهان مسيس جيدا، هل يعقل أن هذا لحظة وحبي خلي سي الحبيب عارفه ذاك مضمون؟ لا هل مضمون لحظة ومدام الجيش مضمون أكمل بس هل يعقل أن إنسان جاب المركز الثاني في انتخابات 2011 واحتمال هو اللي كان صاحب الأغلبية قبل النهضة احتمال وجاب المركز الرابع على خلاف ما قلته أنتم في التقرير؟ أنا ما سحبتش، أنا كنت الرابع في الانتخابات الرئاسية الرابع. فأنا أريد منكم أنتم في التاسعة إذا استضفتوا واحد آخر غيري لما تعدوا تقرير، ما نحبش نعطيك معنا درس في الصحافة والإعلام، لكن يعني ظلم. لو أنت كنت محلي، لو أنت كنت محلي في المستقلة وأنا حطيت عنك خبر أنك أنت انسحبتي من الانتخابات وأنت ما سحبتيش، أو قلت انتخبوا رئيسا كوميديا مثلي وأنت عمرك ما قلتيها، ما يعجبكش شيء. هو حق الرد والتصحيح لكن يعني والتوضيح من حقك، لكن الاجتهاد من الأول، لكن من البداية تعطينا درس في الإعلام هوني أما يقول لي أسجل والله لا يجوز لك إعلامي احتراما لزملائي واحتراما الكفاءة متاحه والمهنية. هل يجوز لشخص لمؤسسة إعلامية أن تجيب عن مرشح للرئاسة بتقول أنه قال يا شعب تونس انتخبوا رئيس كوميدي مثلي وما تكلفش نفسها تثبت ان هذا تصريح زايف عاملينه في الفيسبوك؟ هذا موجود صحح ووضح اذا كان ثم باب من الخطأ، يعني. لكن دون اعطائنا دروس سيدي الكريم. اسمعيني عندما يتعلق الامر بسمعه الناس واعراضها، عرضك وعرضي وعرض الحبيب وعرض برهان، يجب علينا جميعا كصحفيين، انا صحفي كيف، قبل ان ننشر معلومه لملايين الناس ان نبذل نتحرى الحد الادنى من التحري قبل أن نشوه سمعة الناس، لأن الله حرم ذلك. اسمعيني، لأن الله تعالى حرم ذلك في الكتاب. والله العظيم اللي الله تحكي فيه كل ثم جانب من الخطأ صححته أنت نجم وتنجم طبعا اعتذري عنه على الأقل. هاني قلت بلاش تقولي يعني بلاش دافع عنه اعتذري عنه. ثم جانب من الخطأ ما نعتذر. طب لماذا هل أنت موجود؟ هل ينقص منكم ليه شيئا أن تعتذر؟ في نفس الوقت ما نجمش نشكك في الصحفيين اللي يخدموا معنا واللي هم على قدر كبير من المهنية ومن الحرفية. طيب كيف الحرفية لما تقول أني انسحبت من الانتخابات 2014 وانا الرابع فيها؟ هاني قلت لك هوني انت تقول اعتذري على صحح. مرحبا بيك، تفضل باش صح. لا مرحبا بيك غير سيدي الكريم، نتجاوز انا لو كنت في المستقله وانت ضيفتي والله كنت حقول لك اعتذار غير مشروط. هذا عيب انتهاك اعراض الناس وسمعتها. انت هوني هوني لا هوني ما نسمحلكش انت تحكي على زملائي. سامحني سيدي الكريم، يعني تحكي على زملائي مسموح ليهم ان يكذبوا علي في الاعلام وفي الصحافه؟ هل مسموح لزملائك ان يكذبوا علي؟ هوني هل يسمح؟ يعني هو عشان انا رد عندك حق كده، انت وجودك في قناه التاسعه في حد ذاته اذا كان ثم حاجه ما عجبتكش ولا تراها غلطه مرحبا بك، المجال مفتوح لك. على كل حال ها شكوك من المشاهدين ما مشكله، يعني معقوله الناس بسهوله سمعتها واعراضها تحروا شويه قليلا؟ بس مطلب عادي جدا. هل تحب ان انشر عنك في المستقله كلام لم تقله ابدا؟ لا اكيد، انا في التقرير قال هكا انه دكتور انسحب في 2014. قال انسحب وقال انتخبوا رئيسا كوميديا مضحكا مثلا في 2014 تقرير فيه انسحاب. تو الان كتب قال اني انسحبت في 2014 وانا جاي الرابع موجود في التقرير هذا. انا يا حبيب انت تبعت تقرير فيه ما دققتش، ولكن على كل حال انا نعتبر الان يا هاشمي انه تصحيحك لما ورد ما قد يرد من اخبار خاطئه في عمليه التقرير والصحفيين ديما يبحثوا على مصادرهم. هو مش تصحيح، هو جاي التصريح هذايا من موقع محترم، موقع الحصاد بالتصوير بالتفاصيل الكل، موقع كذاب دونك تحاسب الموقع الاخر. لا انت تنقل، لا تنقل الكذب، انا الان عندي على برهان بسيس في الفيسبوك. ما تبيها تعاود تحطوا لي عليك كاميرا واحده اخرى ويظل موجود فوالا، ها هو موقع محترم ويظل ذو مصداقيه. يعني انت كل شيء تلقيه على برهان بثيه، كل شيء تلقيه على الباشا قاسم نتجاوزوا من فضلك سيدي الكريم، نتجاوزوا اعطيناك التفاصيل الكل، تفضل نتجاوزوا ونبداو في بيت القصيد. لماذا يريد ان يحذف محمد الهاشمي الحامدي رئيس الجمهوريه التونسيه؟ قعدنا اكثر من درجين يعني الان انا لما انقل عنك كلام في المستقله الان، لو نقلت عنكم الان، لو طلبت من مكتب في المستقله ان ينشر ان قناه التاسعه تاخذ اموال من اسرائيل وجبتها من محل في الفيسبوك، ترضون هذا؟ طيب الان اعطيني كلمه، انا كلمة المستقلة واقول لهم انك تاخذ فلوس من اسرائيل. سامحني وضحنا لك جميع التفاصيل. اذا يا برهان ما عاد جوستومون موقع الحسد مش موقع قناة التاسعة او قناة التاسعة. اترضاه لنفسك؟ ما عندنا حتى اشكال. هاشمي حمدي انت حاضر هوني يقول لي باش نفسروا، حتى ولو انا حاضر
رؤيتك برنامجك حتى لو صارت الحكايه هذه فسرنا لك منين حتى مصدرنا مصدر كذاب ما غير تجريح في صحفيين وفي زملائنا لانهم نحترم خدمتهم ونحترم تعبهم ونحترم حرفيتهم. هذا ليست صحافه على كل حال نرجع لا ما سامحني ماكش انت باش تعمل لا انا اقدم منك لا 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 اسمح لا اسمح لا لا سيدي الكريم الصحافه ليست نشر الاخبار الكذبه هذه يعاقب عليها القانون لا لا نشر الاخبار الزائفه يعاقب عليها القانون لا سيدي اذا كان ما تعترف بهذه الصحافه تقول اكبر دليل على وجودك هوني انك تحترم مما نقدمه من معطى صحفي ومن معطى صحفي ومن عمل صحفي. نشر الاخبار الزائفه يعاقب عليها القانون التونسي حتى تعلمي ذلك. الان بالنسبه لماذا ترشحت؟ ترشحت لان النهضه حكمت من 2011 لليوم وفشلت. ولا يحق لا يجوز اخلاقيا للشعب التونسي ان يكافئ حزب فشل في حكم البلاد فينتخب مرشحه في الانتخابات الرئاسيه. ترشحت لان عائله نداء تونس تجمع وتفريعاته الحديثه حكموا البلاد شركاء مع النهضه وفشلوا. السبيطارات حالتها منهاره. الفلاح هذه الحكومة تعادي الفلاح البطالة زادت اليوم الأرقام الرسمية الحكومية معدل النمو 1.2 كانوا متوقعين 3.2 البلاد راجعة بالتوالي على جميع المستويات التعليم في انهيار الصحة في انهيار البطالة في تفاقم المديونية في تفاقم فكيف الآن بالعقل وبالمنطق هذه القوة التي تحكم تونس وفشلت في حكمها تريد من الشعب التونسي أن يعطيها تفويض جديد لحكم البلاد. أنا الذي فزت بالمركز الثاني في الأصوات في انتخابات 2011 والرابع في رئاسات 2014 أنا مرشح ضد السيستم هذا اللي يحكم البلاد اليوم سياسيا وإعلاميا. أريد أن أوحد كلمة الشعب التونسي كما أحدثت المفاجأة في 2011 رغم التجاهل الإعلامي التام ورغم تجاهل استطلاعات الرأي التام أريد أن أكرر تلك المفاجأة اليوم وأحصل على أغلبية في الانتخابات الرئاسية أمر للدور الثاني وإذا مررت للدور الثاني بحول الله أهزم مرشح التجمع أو مرشح النهضة عندي فرصة كبيرة. تعتقد أن الظروف مواتية المرة هذه لتحقيق أفضل مما حققته في 2014؟ مضبوط جبت 200 ألف صوت في 2014 وكانت النهضة موحدة مع المرزوقي وكان التجمع وفروعه متحد مع الباجي قايد السبسي. الآن التجمع منقسم إلى 6 مرشحين كبار والنهضة عندها شيخ مورو وعندها جبالي وعندها المرزوقي. شوف يا برهان الصورة اللي اختاروها دائما أثناء الحوار حتى تعرف أنه دكتور يعني الآن يعود فيها يعني كل نشاط السياسي والله يا دكتور لا استهداف والله عادي شو كل يعني نشاط هذا يعني يا برهان كل الوقت وأنا ناكل هذا هو كل الوقت لعيبة ذيك بالعكس يعني كل وقت الحوار يا دكتور جابوها الصورة هذيك أنت اللي سوقت يعني كل وقت يا دكتور بربي والله ما سوقتها شمسة فهم والله لما فرحت في فرح في بلادي في سيدي بوزيد شكون اللي جابوها تصور انت صورت روحك ولا شمسة فهم وحطيتها على الواحد يفهمني يا دكتور فما شكون غنى وصوروك في السريه وخطوها انت راهو يعني هل في الحوار ككل يا برهان تجاوز ما فيهاش عيب يا برهان هل كل الوقت هاي تصويره كونفرنس دو بريس كل الوقت تصويره في الحم بربي يا سيدي تو لا لا ولا بربي باش نتجاوزوا خاطر ثم ما اهم باش نحكيوا فيه الليله تو نطلب من الزملاء يسحبوا الصوره هذه اللي هي صوره صادره عن صفحتكم انتم رسميه عندكم انتم ما جبنا حتى شيء مشيت فرحت فرح في سيدي بوزيد ما جبنا حتى شيء لحظه سيدي بوزيد اللي لحظه هو المشكل فيه لحظة لحظة هاتوا نقول لك مشيت فرحت فرح في سيدي بوزيد اللي حرر تونس من الاستبداد والديكتاتورية وولعت ثورة 17 ديسمبر هي والقصرين وقفصة ومكنوا التوانسة من حرية التعبير وحرية الانتخابات ومع عملية أنا نرقص مع عملية ونفرح معاه باهية لكن لما تكون على مدى البرنامج يا لما يا دكتور مع يا المقدمة دكتور. يا دكتور تعرف خلينا نخلي عليه تعرف من أجمل الصور أنا واحد من الناس نكون قاعد قبل ما نرقد نحط الوثائقيات نتاع السيد الرئيس القائد الله يرحمه صدام حسين المجيد هو صورته يرقص في تكريت على كل حال شفتها كل وقت كان الموقف متعدي وقف على السقاه ويشتغل يعني خليه المشاهد سيعرف المشاهدون ربي خلنا سيعلم المشاهدون سيعلم المشاهدون اذا كان هذا يا دكتور نية حسنة أم نية سيئة سيعلم المشاهدون والله والله يحكم توانسة والله هذيك هل هذه نية حسنة أم نية سيئة وأنا نعرفك اللي أنت ثم النية الحسنة والنية السيئة اللي تسبق النية الباهية تسبق النية الباهية في السيستم وهذه الصور باش تخدمك السيستم السيستم عنده السيستم في الصور بتخدمك خلينا نحكي السيستم الحاكم سياسيا واعلاميا نيته سيئه خلينا لكن اهم نقطه خلينا نيته سيئه خلينا نسالك خلينا نسالك في علاقه بالانتخابات يا دكتور نسالك في علاقه بالانتخابات الدكتور انت اول ما سئلت الان بخصوص الانتخابات الرئاسيه ظهر حملتك اخترت تكتيكيا انك تواجه
المنظومة اللي هي شطرها النداء واللي هو التجمع وتفريعاته والنهضة وتفريعاتها وتقدم نفسك على أساس أنك مرشح ما يسمى الانتي سيستم. اي نعم. ما تعتقدش أن تموقعك هذايا كان ممكن يكون جدي ويكون رنتابل سياسيا وفيه مردودية لولا للأسف دكتور طلعوا لك ناس من حيث لا تدري هربوا لك بالقطعية هذه بتاع الانتي سيستم وزادوا فيها أكثر واليوم هما يتصدروا سبر الآراء لا جو بارل دو نبيل القروي من جهة قيس سعيد من جهة أخرى اللي في كل دراسات سبر الآراء هما اللي خذوا أكبر أصوات ما يسمى الجمهور الناخب لفائدة الانتي سيستم. يعني هاشمي الحامدي افقدت حظوظك في جمهور الانتي سيستم. نجاوبك على السؤال. سؤال مهم. سؤال مهم. نشكرك عليه. أنا متخصص في التسفيه والتكذيب استطلاعات الرأي التونسي. في 2011 استطلاعات الرأي لم تذكرني مرة واحدة. الآن هناك احتمال أنني كنت الفائز الأول في الانتخابات الأول قبل النهضة. لكن أنا أعطوني المركز الثاني في الأصوات والثالث في المقاعد. في 2014 نفس الشيء زرقوني وإمرود واستطلاعات الرأي هذه أخرجتني بربي العادة نسميه وخاطر ممنوع علينا قانونيا أنه نسميه أو نحكيه على سبر الأرم. لا لا أنا مش مؤسسات سبر الأرم. لا لا مش على مش جديد حتى تسمية مؤسسات سبر الأرم ما نحكيوش عليه. المهم استطلاعات الرأي السابقة في 2014 مش الآن أخرجتني من جميع الاستطلاعات. مرة أخرى فاجأتهم بأنني كنت في المركز الرابع. نعطيك الآن المعلومات المفصلة. الناس اللي أنت تتحدث عنهم أنا كنت في ندور في الأيام هذه في القصرين مشيت المدنين مشيت التطاوين مشيت القروان. الناس فايقة أن البلاد ما تحلهاش مشكلة كردونة ومساعدة. الناس لا يريدون الصدقات. الشعب التونسي الآن عرف أن مشكلته لا تحلها الصدقات وعارف الشعب التونسي أن هو مش محتاج يعني طريقة في الكلام ولا في الأسلوب محتاج برنامج فيه محاربة للفساد فيه مراجعة لعقود النفط تصرف النفط والغاز والملح والجبس والفوسفات فيه محاربة للتهرب الجبائي والضريبي فيه فرض ضرائب على الناس اللي دخلهم فوق 60,000 دينار حتى ننفق على التنمية والتشغيل والفقراء وهذا كل عند رئيس الجمهورية من صلاحية رئيس الجمهورية وينجم يعمله نجاوبك خلينا بس نكمل النقطة هذه ونجاوبك على سؤالك اللي هو سؤال مهم أيضا ويستحق الإجابة. الشعب التونسي الآن محتاج حاجة أنتي سيستم مش معذومة يدور في حلقة مفرغة النهضة والنداء والأخ نبيل القروي ربي يفك أسره إن شاء الله هو اللي جاب نداء تونس للحكم هو يفتخر موجود هو باعترافه بنفسه. جماعة هذوما وعدوا فأخلفوا حكموا ففشلوا. إذا كانت إيطاليا حكومة إيطاليا التي يهرب إليها أبناؤنا ويموتون في البحر هربا إليها قد خسرت انتخابات ماي الماضي والشعب الإيطالي غيرها فهل نحن في تونس سنضحك العالم علينا وننتخب مرشحين نهضة والتجمع والنداء مرة أخرى؟ لا أنتي سيستم لكن لا أو ننتخب من يهين الشعب التونسي ويظن أن صوته للبيع بكردونة وبمساعدة. ما الفرق بينك وبين مصطفى مرزوقي؟ الفرق كالآتي. مصطفى مرزوقي أنتي سيستم. لا أول فرق كيف؟ والثروات والويلر بترول أنا المرشح هذاك. أنا المرشح الوحيد من بين 26 مرشح الحالي اللي ممكن يزيدوا واحد أو اثنين أو ثلاثة. المرشح الوحيد اللي يقول سأسعى لأن يصبح الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في تونس بحيث لا يسن في البلاد قانون يخالف أحكامه كالذي قدمه الرئيس السابق وبشرى بالحاج حميدة للبرلمان اللي هو قانون المساواة في الميراث. أنا الوحيد الذي يقول لا نكتفي فقط بمراجعة فورية لعقود النفط والغاز والملح والجبس والفوسفات ولكن لجنة قانونية تتكفل بتقديم خطة عمل واضحة لإعادة هذه الثروات كلها لتصرف الدولة تأميم الثروات الوطنية. أنا الوحيد اللي ملتزم بزيادة على الضرائب على كل تونسي دخله ويتجاوز 60,000 دينار. لا يمكن ولا يعقل وليس عدلا أن الشرطي اسمعيني كويس الشرطي يدفع ضريبة من المصدر المعلم يدفع ضريبة من المصدر واللي دخله بقدر المعلم 1,000 مرة لأن عنده معارف وعنده أكتاف وعنده علاقات يعلن فلسة والدولة تعاونه. لا يمكن أن نستمر في دعم القطاع السياحي لوحده بأسعار مخفضة للكهرباء وللماء وللفرينة بينما الفلاح يوميا أسعار الأسمدة الأدوية
كل المعدات اللي يخدم بها الفلاح تنزاد مقبل. وانت المرشح الوحيد اللي مستقر وعايش خارج تونس وانت مستقر حاليا بانجلترا، الا ترى انه من غير الطبيعي انه اليوم تحب تحكم البلاد وانت ما تعيشش في وسط هالبلاد وشعبها؟ الذي هو كالاتي، اذا جاك تونسي مقيم في الخارج اللي هو تونسي كيفك تماما، وجاك تونسي مقيم في الداخل فجاك تونسي مقيم في الداخل يشتغل لصالح رجال الاعمال الفاسدين، يسهل لهم مهامهم، يشتغل في السياحة الحزبية، يحكم 5 سنوات والشيء الوحيد اللي يعمله أنه يسرح في الزطلة وينقص في أسعار الويسكي والشمبانيا، والبلاد تزيد فقرا وبطالة، ويجيك مرشح من لندن كما هلاشمي الحامدي كل عام يدور على كل ولايات الجمهورية وقاري السياسة في جامعة لندن وجامعة أكسفورد، ويقول لك هذه البلاد لا يصلحها إلا العدل وإلا الإطاحة بالسيستم هذا الجاري، التجمع والنهضة يرتاحوا 10 سنين إلى أن يعيد الشعب تأهيلهم من جديد، إلى هما صلحوا أوضاعهم. علاش اليوم الشعب التونسي يعني أنت تحب تقصي وما تخاطر؟ لا انتخابيا يعني اسمعيني، إذا نحن كشعب تونس ما نعقبوش الفاشلين في السياسة انتخابيا، عندك صندوق عارف 2014 انا ادعو وعبر على رايي، 2014 انت جبت مقعد انا عبر على رايي اسمعيني انا نعبر على رايي 2014 جبت مقعد وحيد اللي يفوز اسمعيني جبت مقعدين في التشريعيه وجبت الرابع في الرئاسيه. السياسه هي انك اليوم تخسر وغدوه تربح، انت دائما اذا انت صاحب مبدا وتسعى له فستستمر عليه. انا وطالب بالعداله الاجتماعيه وطالب بان كل بطال في تونس نعطوه 200 دينار ونخدموه نهارين في معتمديته بدل ما نعاونوا رجال الاعمال الفاسدين اللي خذوا ديون وما صلحوها وما خلصوهاش. انا اطالب بان السيده اللي في نابل لما جاتها اوجاع الولاده ومشات تولد وما عندهاش دفتر كرني بتاع معالجه، خذات الكرني بتاع جارتها دلست ودخلت به، فلما ولدت حبوا ياخذوا الاسم الصحيح، عرفوها اللي هي مدلسه بكرني اخر، تحكم عليها بالتدليس ومسك مدلس 6 شهور. هل يجب أن نحبس هذه السيدة أم يوسف الشاهد ورشد الغنوشي الذين عجزا عن أن يمكناها من حق طبيعي جدا أن تلد في السبيطار التونسي؟ هل تعلمين؟ أنا كنت قصدي ما قلتيش قبيلة الصلاحيات اللي حكيت عليها الكل هذه من صلاحيات رئيس الجمهورية إلا أنك تحب تغير الدستور. لا طيب أنا غير الدستور في حاجة واحدة اللي هي أن يصبح الإسلام المصدر الأساسي للتشريع حتى لا يتقدم أي رئيس أو حكومة بقوانين ضد ثوابت الدين. أما ما سألتني عنه، أنا معايا هنا الأخ حسام الهمادي. إيه صار علي ما صار. خليني أقول لك. أما أنا في جدل حول الدستور وحسم أمر الشعب. لحظة أنا جاوبك. ما هو إحنا مترشحين حتى نقدموا أفكار للناس. أنا معايا هنا الأخ حسام الهمادي مترشح رئيس القائمة في القروان. وحسان الحناشي رئيس القائمة في باجة. وعصام البرقوقي في سيدي بوزيد. وأحمد حفيظ في تونس. والهادي الحجلاوي في تونس الاثنين. معايا مرشحين في جميع الولايات. ما أطلبه من الشعب التونسي، كل تونسي يحب يصبح الإسلام المصدر الأساسي للتشريع في البلاد ولا يسن في البلاد قانون يخالفه، كل تونسي يحب تأميم الثروات الوطنية، كل تونسي يحب منحة البطالة، ويحب أن الدولة تدعم الفلاحين كما تدعم السياحة اليوم، ويحب أن المتقاعدين لا تتهجم الدولة على مرتباتهم، ويحب أن ذوي الاحتياجات الخاصة يكرمون في هذه البلاد. أريد منه أن يصوت لي في الرئاسية ويصوت لقائمات تيار المحبة في التشريعية، فتكون لدي كرئيس جمهورية كتلة نيابية قوية تساعدني على التمرير والتصويت لمشاريع القوانين التي يعطيني الدستور. أنت يظهر لي عايش في بلاد ديمقراطية وعريقة في ديمقراطيتها ومصدر تشريعهم ما هوش يعني ما هوش الإسلام. الإسلام هو الإسلام هو منهاج السعادة. الإسلام هو منهاج السعادة. هو قوله تعالى لحظة اسمعيني. نحن دولة مسلمة نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن جربنا أن نعمل هكا حكان دبرة كما يقولوا في سيدي بوزيد مع الدين، منعنا الحجاب، أول دولة في العالم الإسلامي منعت الحجاب الخمار يعني، عملنا كل ما تكون مشكلة فيها علاقة بالدين نضخموها. الآن قدمنا مشروع أول دولة إسلامية لمعاندة أحكام القرآن الكريم القطعية الثابتة في الميراث. نحن لن نفلح أبدا بمعاندة أحكام القرآن الكريم، نحن نفلح باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وسنضعه إذا أراد الشعب التونسي ووافق نصا دستوريا في الفصل الأول من الدستور بحول الله. شوف أنا عندي أسئلة دقيقة سياسية هاشمي، معناها بعيدا عن الإنشاء
وتذكر شوية وإن كان ما هيش بنفس المضامين، أما تذكرنا شوية بأنه إحنا سياسيين وقت اللي كنا في ساحة منوبة ونتواجه بدقة المفاهيم، مش نتواجه بالإنشائيات والعمومية. بالنسبة للمظلومية اللي أنت دائما تعبر عنها، راهو جزء من تجاوز المظلومية في المشهد السياسي التونسي أنه صاحب الفعل السياسي يكون عنده هوية هنا، هوية سياسية على الأرض، يكون حاضر باستمرار، فاعل سياسي باستمرار، يقعد مع الناس، يكون عنده رموز سياسية حاضرين، يكون عنده هياكل متاع حزب معناها الناس تشوفهم، هو موجود في وسط الساحة يحكي مع الناس ويحكي مع الإعلاميين. أنت حضورك السياسي في مناسبات معينة، نهارت اللي عندك مظاهرة جيم لندرا، وإلا نهارت اللي ثم انتخابات، والباقي هو خطاب في المستقلة متاعك اللي هو خطاب عام. والدليل على ذلك أني تو باش نسألك سؤال يتعلق بصفتك اللي أنت مترشح لها، أنت مترشح إلى رئاسة الجمهورية. به الخطاب، أنت تعرف الاستقطاب اللي عشناه في 2012 و2013 أجبر، ودعني أقول أجبر، أكبر الحركات في الإسلام السياسي، أكبر الحركات الإسلامية في تونس اللي هي حركة النهضة، أنها تمدن خطابها وتدرك أن الفصل الثاني يؤكد على الفصل بين الدعوي والمدني وبين ما يمكن أن نسميه الدين والسياسة، مش فصل الدين على الدولة، فصل الدين على السياسة. أنت بخطابك كرئيس للجمهورية يجب أن تكون حاميا للدستور، لم تفعل على امتداد السنوات السابقة إلا أن تعيد الناس إلى وضعية هذا الاستقطاب، وتتقدم للتونسيين مش باعتبارك رئيس حامي لدستور الدولة المدنية، وإنما باعتبارك داعية. والكلام اللي كنت تقول فيه منذ حين هو خطاب داعية، وانتهيت في بعض مظاهراتك إلى أنك تتهم خصومك اللي طرحوا المساوات في الإرث أو طرحوا كذا، وتتهم الدولة بأنها تواجه الإسلام. النقطة الأولى هذه كيف تجاوبنا؟ النقطة الثانية، من بين اهتماماتك كرئيس إذا كان كتب لك أن تكون رئيسا للجمهورية، هو العلاقات الدولية، وباعتباره أكبر ملف الهاشمي الحامدي هويته السياسية في مسألة العلاقات الدولية هي هوية غير واضحة. هاشمي الحامدي نجم ينظم لك حملة، فهمتي ولا، في المستقلة يهاجم فيها في إيران، ويذهب إلى خطاب طائفي مذهبي تعيس معناه، بعد يمشي يساند السودان ويقف في مواجهة الحراك متاع الشعب السوداني، ينجم يتحدث على ليبيا بشكل يقسم أو بشكل ربما يقسم يعني الليبيين، ينجم يعني تصورك للعلاقات الدولية أنت يا أخي مدرك تماما أن تونس هي دولة متوازنة في علاقاتها الدولية، وانت جاي معناها باش تدخل قصر قرطاج باش تمارس ما نعرفه على الهاشمي الحامدي في مواقفه الدولية المتقلبة، واللي في كل مرة تلقى نفسها ضمن المحور أم لا. دونك مدنية الدولة أولا، أنت الآن تتكلم بخطاب ديني واضح تصل إلى درجة التكفير الضمني لخصومك، وثانيا العلاقات الدولية أنت لم توضح لنا أين يتموقع الهاشمي الحامدي، هل يتموقع في خيارات تونس المتوازنة دبلوماسيا أم يتموقع في إطار معناه دفعها إلى صراعات إقليمية وصراعات محاور. طيب ثلاث نقاط في الواقع. في نقطة أولى ذكرت فيها عن وجودي أنا السياسي وحزب تيار المحبة. الآن حزب تيار المحبة واحد من الأحزاب الرئيسية في الجمهورية التونسية، مكاتبنا يعني فروعنا في كل أنحاء الجمهورية برهان، أينما أذهب الآن برنامجي يرتبوا نشطاء الحزب في الولاية، في تطاوين، في مدنين، في بنزرت، في جابس، في كل مكان، قياسا بالأحزاب اللي كنا نحكوا عنها قبل التي اندثرت أكثرها، هذا من الأحزاب الرئيسية في الجمهورية، وهو الذي ورئيس الحزب حسان الحناشي من باجة ماجستير عربية، والناطق الرسمي عصام برقوقي كان في نسمة مرتين الشهر اللي فات، شخصيات فقط، لأن الإعلام ما يحبش يشارك تيار المحبة، لأن احنا الأنتي سيستام، نحب نغيروا هالسيستام هذا اللي يغرق البلاد في الديون، في الفقر، في الميزيريا. سكانير يمشي المواطن في قفصة باش يداوي، سكانير مكسر، ولا تمشي للبريفي وتخلص بك السوم الفلاني، تمشي البوزيد نفس الشيء. شفتوا كذرينا اللي سلموهم في الكراتين بعد ما ماتوا، لجنة التحقيق ما صار فيها حتى شيء. نحن أوهام الايديولوجيا نتاع بعض الجماعه اللي عايشين في النسق هذا نتاع تونس، الشيوعيين والاسلاميين، هذوما انعزلوا على الفقراء نتاع تونس وعلى الفلاح نتاع تونس وعلى الناس اللي مش لاقي كرني علاج وعلى الناس اللي ما لقوش خدمه، فتفكيرهم كله شادينه في موضوع الميراث، الناس شباعه لبس عليهم،
ما يعرفوش معاناة المرأة في سبالة ولد عسكر اللي ماتت في الكاميون المرة اللي فاتت كلماته، ما يعرفوش المرأة في اللي جبتها مرة في المستقلة مسجد عمر بو حجلة وقالت راه حق الصابونة ما عنديش، والله إبراهيم ما يعرفوشه، لكن اللي ندي فيهم محمد الناصر قبل أيام في قصر قرطاج. ليش من حال مش عليكوني وكأنك مكش عارف شنية صلاحيات رئيس الجمهورية؟ أنا عندي هذا لأنك قاعد تحكي عليه مش صميم صلاحيات رئيس الجمهورية. أنا نقول لك فهذول مثقفين عايشين في السيستم يا برهان والله. عليك علاش ما يجيبوكش في البلاطوات؟ والله لاحظ كمل نجاوب. أنا سمعت خاطرهم لاهين بالمصور. أنا سمعتك. ما يجيبوكش. أنا سمعتك. دقق لي حبيب. خاطر يجيبوا في ناس أكثر ثورية. حبيب حبيب أنا سمعتك. حبيب أنا سمعتك حبيب. وموجودين. أنا سمعتك للآخر. أنا سمعتك للآخر. يسار. أنا سمعتك للآخر. أنا سمعتك للآخر. أنا أعطيت مبرر عدم حضور. أنا سمعتك للآخر. أنا سمعتك للآخر. فضل وصف. فإذا حزب تيار المحبة اللي هو الأول أو الثاني في 2011 والرابع في رئاسة 2014 إن شاء الله انتظروا ستجدون الحزب هذا ما هوش مرتبط بالهاش من حادي. معناها كان بعد الشر، كان بعد الشر ضربتني سيارة غدو وأنا ماشي سيدي بوزيد ولا القصة. كان بعد الشر. هالحزب هذا بحول الله موجود ومستمر من بعد. إذا هذا على موضوع الحزب والمظاهرات الأساسية اللي وقعت في الخمس سنين هذه أنا قلتها هنا في تونس وكل عام. نزور جميع الولايات ونمشي للأرياف يسخروا يتمسخروا علي يقولوا شعبوي يمشي للأرياف يتاجر بالفقراء لكن أنا غرامي أن أغير حياة الفقراء للأحسن ببرنامج مش بالصدقات وإذا تصدقت ما نصورش صدقاتي في المستقلة ونبثها بالنسبة لي موضوع المدنية الدين والدولة المدنية الدولة في 2014 الدين والسياسة في 2014 في 2014 ديني أم لا في 2014 قدمت عن طريق العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية قدمنا مقترح تم التصويت عليه باش يكون الفصل الأول من الدستور لما يوصل كلمة والإسلام دينها أضفنا عبارة والمصدر الأساسي لتشريعاتها. للأسف النهضة والتكتل وجماعة المرزوقي أسقطوا هذا المقترح. أنا أناضل من أجل إعادته وإذا الشعب التونسي يوافقني الرأي أن الدولة التونسية يجب أن لا يكون الشركة الوحيدة الرابحة فيها هي شركة بيع المشروبات الكحولية وأن الدولة هذه يجب أن تقيم. تعرف شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول هذا فهمنا للإسلام، يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا هذا نحب نعمله في تونس. نحب من كان له عمل فليفكر في من لا عمل له، من كان له سكن فليفكر في التونس الذي لا سكن له، من كان له تغطية صحية فليفكر في التونس المحروم من التغطية الصحية. ما جاوبنيش على السؤال فيما يخص صلاحية رئيس الجمهورية. الصلاحية أنا إذا عندما تعتبر تطبيق الشريعة من بين برامجك. أنا أريد أن لا يصدر في هذه البلاد قانون، لأن شوف الإسلام في الأصل فيه الإباحة، اعمل كما تشاء. أريد العدل لأنه من الإسلام، وأريد أن نسيطر على ثرواتنا الطبيعية. كمل كبرى. أماش معناها؟ كملك. تقول الإسلام. ساو ترجمة. خطر فهم من الإسلام يستطيع يختلف. ساو ترجمة. وأريد الإسلام الذي يعطي ويضمن التغطية الصحية للفقراء والعمل للمحرومين من العمل ويعطي الفلاحة الأسعار مخفضة. هل مقصد كبرى يا هاشمي؟ أنت قلت نحب الإسلام مصدر للتشريع. الآن. والنقطة اللي ذكرها الحبيب. يصبح القانون واضح في الدستور أنه لا يحق لحكومة أو للبرلمان أن يقدم مشروع قانون مثل قانون الميراث لأنه مخالف لأحكام قطعية في كتاب الله. الشعب التونسي فعل معنا بوريه الحسين بالنسبة للعلاقات الدولية اللي احتكرتوا برشا الكلمة العلاقات الدولية مش خليل فعل معنا بوريه الحسين. مانيش من بعدك على أسئلة تحبيب يعني مش نقعدوا فيها لأن أسئلة مهمة تتعلق بالمسألة هذه. يعني دكتور ما تحسش روحك قاعد تلعب بالنار وأنت الآتي من علمانية بريطانية كان لها من الصدر الواسع اللي انت نهار كل تذكر به أن احتضنتك لاجئ سياسي نعم ولم تفرض عليك قوانين دينية بمرجع المسيحية الأوروبية تاع بريطانيا. انت جيت من أرض الإصلاح الديني البروتستانتية اللي خلت المسيحية تتأقلم مع العالم الجديد واليوم القانون والتشريع البريطاني لا علاقة له بالمسألة الدينية وانت تعرف ذلك وجزء من المسألة هذه بإقرار كل العالم هو اللي خلى بريطانيا بلد مفتوح للعالم وخلى الهاشمي الحامدي يفتخر أنه مواطن بريطاني وخلى الهاشمي الحامدي قديش من مرة يذكر التوانسة أنه موجود في أرض بتاع عدل وأنه موجود في أرض بتاع ملكة لا يرد على بابها مظلوم هي الحبشة بتاع القرن الواحد والعشرين رئيس بلدية مسلم. عليش مسلم وخليت رئيس بلدية مسلم. انت بالقوانين اللي تحكي عليها
وبتأويلك أنا أقول بتأويلك دا خطاب الداعية اللي هو خطاب خطير، خطاب بعد ما تحسم في الساحة السياسية التونسية حتى النهضة نفسها مسألة مهمة اسمها فصل السياسي عن الديني. أنت لهنا ترجع بالتوانسة لمنطق خطير يتعلق بتقسيم التوانسة ما بين كفار ومسلمين، حتى في علاقة مشروع الميراث والمساواة في الإرث، حتى حد لا تجرأ من الناس اللي ضد القانون هذايا أنهم يتهموا أصحابه بأنهم كفار وأنهم خرجوا على صحيح الدين في وضعية ملتبسة. يا دكتور تعرف أنت تنجم تقول الكلام هذايا وتروح لبريطانيا وتلقي خطابك من خلال المستقلة، لكن تترك لهنا في عقول بعض الشباب بتاع اللي يضربوا في مخه انحرافات كبيرة بتاع الضلالة الفكرية أن الناس هذوكم بشرى بالحاجة حميدة ولا أنصارها ولا غيرها كفار يحبوا يخرجوا عن صحيح الدين. يا دكتور كلام خطير هذايا، أنت نعرفك ستكتفي بالكلمة أما شباب آخر يهز السلاح ويمشي يقتل، واليوم تجي في حملة انتخابية جزء من برنامجك القضية هذية أن التوانسة تفرقهم ما بين فسطات الإسلام وفسطات الكفر، وتقول أنا نحب نرجع للأمة لصحيح الدين اللي أجاب على كل الأسئلة. يعني دكتور هنا ألور تلعب في لعبة خطيرة. الناس حكيت لها في 2011 على دفتر المعالجة قالوا لك شعبوية وناقشت وبرش عبيد جات معاك، قالوا لك قلت على النقل المجاني قالوا لك شعبوية ولم تجب كيف باش توفر الميزانيات بتاع النقل المجاني في الحكايات هذه. ولكن الآن من هو فوق خمس سنين ولكن الآن يا المتقاعدين يا دكتور باش نلخص لك سؤالي، ألا تقع في التناقض؟ أنت العالم الكل يسير نحو الدولة المدنية، الدولة الإسلام صحيح دينها الإسلام، لكن مجلة الأحوال الشخصية مجلة الأحوال الشخصية كان حكمنا المسألة اللي تحكي عليها أنت راهي ما جاتش مجلة الأحوال الشخصية. التعليم المدني لو نحكموا القضية اللي تحب أنت تحطها في الدستور راهو ما عندناش تعليم مدني. لو هالناس هذوما فيهم هاو التنوع شكون يحمل الحجاب هاو بحذانا كيما البنية اللي موجود شعرها ظاهر، معناها هذيك كافرة وهذيك مسلمة. هذا كلام خطير يا دكتور أنك تقحم المسألة الدينية عن طريق هذا الفصل أولا. ثانيا نحب نعرج لهنا المسألة العلاقات الدولية. دكتور كما قال لك حبيب مرة تضرب ضربة في الشرق مرة تضرب ضربة في الغرب، في العركة ما بين السعودية وإيران مرة علاقتك مع الرياض تساء تحل عليها مدفعية المستقلة تضرب في الرياض، مرة ترجع علاقتك مع الرياض جيدة تحل المدفعية على إيران وتطلعك الحكاية بتاع النقاش الطائفي سنة شيعة. آخر حاجة نحب نستفسرك عليها وما ترشش عليها وهذه فرصة يعني باش نعرفوه التصريح هذا حقيقي ولا مش حقيقي، هل بالفعل قلت عمر البشير مظلوم والحراك الثوري اللي حصل في السودان ظلم الرئيس عمر البشير ونهار الانقلاب بتاعه أنت لا يمكن أن تكون ضد رئيس صلى صلاة الصبح وبعد خلي عميل الحكم؟ طيب قلت التصريح هذا ولا طيب. لا لا قلت ولا لا ما قلتوش واحد كألف كلام هذه فرصة بس خليني أركز خليني لكن حتى كان حب أركز على نقطة ثلاثة نقاط طيب. أنت حكيت يعني كلام طويل وأنا سمعتك أوكي للآخر وشكرا على حب صدر يعطيك الصح. أولا نحب ننبه اللي يسمعوني جميعا نجاوبك وننبه اللي يسمعوني جميعا أنه نحن في تونس عندنا نخبة فاشية فاسدة متطرفة فكريا وهم اللي منعوا الحجاب في تونس من دون كل الدول الإسلامية، هم اللي لو قال تونسي يجب أن يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع قالوا مكفرات. أنتما وخاصة أنت الآن في كلامك عبرت عن هذه النخبة الفاشية الإرهابية والله إرهابية. تعرف كنت أنا في لندن كانت عندي بنتي زينب كنت أتفرج فيها الله يحفظها، بنتي زينب كانت تدرس بالحجاب في لندن وكانت ممنوعة من النخبة التونسية الفاشية هنا. من فضلك من فضلك من فضلك يا أخي لا تقطع، أنت تستحضر معارك قديمة. تكلم أنت. لا لا إذن خليني أنت تستحضر معارك قديمة في حملة انتخابية معارك حسمها الشعب التونسي. ايوه الشعب التونسي واستطاع ان يتوافق الان على نمط مجتمعي فيه احترام حريه الضمير وحريه اللباس. انا لا اليوم ما تتمنعش الطفل انت قلت انت عاود بعد ثوره اجاوب علاش ترجع اجاوبك حبيبي اجاوبك نمر نجاوز النقطه علاش ترجع فيه خليني نجاوب لانك تحب خليني نجاوبك تخدم على خليني نجاوبك تفضل. لانه واجب شرعي على كل مسلم يسمعني في تونس حتى على برهان بسيس وعليك أن تسعى ليكون الإسلام
المصدر الأساسي للتشريع فلا نشرعه في بلداننا نحن قانونا يخالف أحكامه. ملك يا أخي مش كفار يا أخي يعني يا أخي اسمعني اسمعني هذا خطير يا أخي يا أخي من فضلك يا أخي خليني أجاوبك يا أخي خليني أعطيك مجال ما عادش يا أخي يجاوب ما عرف من الدين بالضرورة القانون الذي قدمه قدمته بشرى بن حجر يا أخي لا المساواة في الأرض فيه اجتهاد يا أخي اسمعني أنت ثم اللي يقول يجتهد ما بينجم يساوي الآن شوف والآخر يرفض هل تحب أن تفرض هل تحب أن تفرض علي رأيك؟ لا نحب هل قلت أنه كافر؟ طبعا لا والله ما طبعا انت بالكلام هذايا اش من حقي قاعد تفرض في رايك على البقيه قلت قانون اعطوني فرصه نتكلم انا اقول انا اقول ايها التونسيون يا برهان سيس في تونس نخبه متطرفه فشلت في السياسه دمرت الاقتصاد خربت السبيطارات خربت المدارس زادت البطاله السفير الفرنسي يعربد في البلاد وهي ساكته ليس لديها ذره رجوله لتقول له توقف واش عندهم فالشاطرين شاطرين في أن يأتوا كل مرة بحاجة لم يسبقهم إليها لم تسبقهم إليها أي دولة إسلامية. بالمناسبة الشريعة المصدر الأساسي للتشريع في مصر اللي فيها 10 مليون قبطي مسيحي وما حد اعترض. لو قلت هذا الكلام في تونس يقولوا لك أنت تكفر، وأنا شفتوني كفرت حد وحدهم طلعوني من كفراتي. لماذا؟ لأن عندهم إرهاب فكري. لو دافعت عن تحفيظ القرآن الكريم لا لو قلت لحظة يا أخي من فضلك خليك لا لأنك تحرف الصورة علاش أنت أنا حرفت كلامي أنت قلت أنا حرفت كلامي المساواة في الإرث خالف أحكام القرآن الكريم وممكن لا 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 خالف لا لا كنت النجم الذي يعني ممكن المسلم يعني ممكن المسلم يعرف أن الصلاة واجب وما يصليش هو حر يمكن المسلم هي يعني هي نفس حكم هي نفس حكم تارك الصلاة يا أخي أنا اسمعني اسمعني أنت مو مهم يا برهان يا برهان من فضلك يا برهان أنا مترشح لرئاسة الجمهورية باسم التوانسة الذين يريدون أن يصبح الإسلام المصدر الأساسي للتشريع وباسم التوانسة الذين يريدون إيقاف السفير الفرنساوي عند حده يعني وباسم لحظة كمل الكلمة دي يعني وكمل الكلمة هذه وباسم التوانسة الذين يريدون تأمين الثروات الوطنية ونغلق القصتين هذول لأنه ودفتر الإلهان وبالنسبة التوانسة اللي يحبوا نصرة الفلاح ومتقاعد فأنا لن ترهبني بكلماتك هذه لا 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 تمارس الإرهاب علي لا تمارس الإرهاب الفكري علي لا تمارس علي الإرهاب الفكري هنا لا يمكن أن تقول لي من يدافع عن الإسلام مصدر للتشريع كل كفرات لا والله أنا إرهاب لا والله لا إرهاب لا 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 يا دكتور اسمح لي في جانب معين وهي مفارقة ونحب عندك رحابة الصدر باش تجاوبني على السؤال هذا أنت مواطن بريطاني نعم أو لا أنا مواطن بريطاني أنت مواطن بريطاني والتوانسة يعرفوا أن تكون مواطن بريطاني يعني أنك أقسمت باش تاخذ الجنسية البريطانية على الولاء لجلالة الملكة يعني أنت مواطن بريطاني ولا أشك في تونسيتك لكن هذه فما مشكلة حقيقية في الانسجام الواحد يعني مواطن بريطاني وتقسم والقسم تعرف عنده مرجعيته القانونية راك عندما تعمل ضد مصالح بريطانيا العظمى تسحب لك الجنسية يعني أنت مقسم على الولاء لملكة بريطانيا وجاي للتوانسة معناها بريطانيا هذيك أرض الحريات أرض التعايش بين الأديان أرض الواحد وجاي للتوانسة لهنا تحبهم يعيشوا في رؤية معينة للشريعة الإسلامية بتاعك اللي هي رؤية الهاشمي الحاكم أجاوب اللي فما في رؤية تجاه الشريعة الإسلامية النهضة تغزر للشريعة حاجة حزب التحرير ينظر للشريعة حاجة التوانسة حبيب وعجيلة ينظرها في تأويل حاجة وتحب تفرض على التوانسة رؤية الهشمي الحامدي للشريعة الإسلامية طيب يا أخي شو هالتناقض هذايا شنو هالتناقض هذايا عتقولوا الملكة بريطانيا الكلام هذايا وانت مواطن رعية من رعاياها اهدى واجاوبك اهدى واجاوبك أولا أنا مواطن بريطاني عندي جنسية بريطانية وعندي باسبور بريطاني وأنا مثلي مثل مئات الآلاف من التوانسة اللي عايشين برا ما همش مترشحين رئيس الجمهورية نجم تتخلى على جنسيتك في برا تكمل تكمل خلينا نجاوب هاشمي الحامدي تنجم تتخلى على الجنسية البريطانية قبل اشرح لكم جاوبني جاوبني على السؤال هذا تنجم تتخلى عليها قبل أنا قدمت التزاما قدمت التزاما حسب القانون إذا فزت في الانتخابات الرئاسية ستتخلى عن الجنسيه البريطانيه لا لا هذاك قانون لا تحكي فيه انت قانون لكن لاظهار حسن النيه مستعد على التخلي على هذه لأنني كما عمل مهدي الجمعه كما عمل يوسف شاهر مستعد لانني حريتي اللي لقاها الان في بريطانيا في المستقله للتصدي للهايكا
وحريتي في التصدي للإرهاب الفكري اللي أنتم تمارسوه في تونس على المتدينين. تقع كمواطن بريطاني. أقسم بالله. كمواطن بريطاني. سامحوني هوني. أنت مش مستعرف بالهيئات القانونية والمستقلة في تونس. أنت بالنسبة لك لا إيزي لا هيكا لا حد شيء. ويظهر لي وعندك حتى مشاكل مع الهيئتين. وحتى الدستور عندك مشكلة معاه. شنو هو الطرح اللي باش تقدمه إذا اليوم؟ يعني عبد الكريم الزبيدي لما يقول نغير الدستور باش نزيد صلاحيات رئيس الجمهورية عادي. والهاشمي الحامدي لما يقول نحدثك على الإسلام يقول يجب أن يكون الدستور الإسلام المرجع الأساسي للقوانين في الدستور حتى لا يشرع قانون يعارض أحكام. هدية تحسم فيه قبل نقاش وطني في المجلس التأسيسي. يعني هذا رأيك يا جماعة أنت ما تخافين. هذا الواقع. نحب نغير يستمتع بهذا النقاش. علاش؟ لأنه يحب شعبويا قدام الناس. هذو مزوج علمانيين يناقشوا فيا وانا يا توانسة اندافع لكم وانا المدافع الرسمي عن الاسلام. ليس صحيحا ما تقوله يا هاشمي. انا قلت هذا طبعا طبعا. انت اللي تقول فعلا. لا كلامك أو كيفاش قلت؟ تكلم براحتك. أنت احنا نقول لك تصورك أنت للإسلام يعتبر من يقترح كذا وقف تعدد الزوجات. نحن نفسي تتكلم على لساني. اللي عندي يعني ليش تتكلم على لساني؟ يعني موجود جنبك أنا. لا كلامك اللي قلت ما قلتش. أنا قلت اسمع ركز. الذي يناصر لا يسن. لا مش مع بعضكم مش مع بعض. لا يسن. خلينا نتكلم. أي لا يسن في البلاد القانون يخالف يعارض ويخالف الإسلام الشريعة. أتيت بمثال قانون الميراث. قانون الميراث في قانون الميراث لأن ضد المساواة في الميراث طبعا ضمن اجتهاد معين. نجم نعطيك اجتهادات سنية واجتهادات شيعية يعني من الفقه الجعفري تؤكد أو فيها ميل لدى بعض الفقهاء إلى الإقرار بالتسوية بين الأخ وأختها في الميراث. بمعنى حبيت نقول لك أنك لما تقول ما يخالف الإسلام مثل قانون الميراث يعني أوتوماتيكمون تجعل كل من يقول بقانون الميراث معادي الإسلام وهي توانسة. يعني تعرف أغلبية توانسة من المساواة في الأرض إجيو. وبالتالي أنت تحب الظهر. نحب نمنع أي مشروع مماثل. احنا نحب نقول خليني نتكلم عن ثم برشا حاجة. خليني نقول أخي وإنما هي اجتهاد. أنا أريد أن الشعب التونسي يفهم حاجة. والله يا توانسة إذا أبقيتم هذا النظام الموجود الآن السياسي والإعلامي النهضة والنداء والجبهة الشعبية وبرهان وسيدي حبيب سامحوني يعني رأي مجرد رأي والله العظيم سنبقى والله نبقى تحت الصباط. الإعلام اللي تحكي عليه أنت منذ قليل والحضور الإعلامي وتغيبك وكل ذا أنت عندك تلفزة على ذمتك. هل تحتاج إلى حضور إعلامي هنا في تونس وأنت تلفزة التي فيها سياسي غيرك والتي فيها حزب غيرك فقط محمد الهاشمي العراق والسوري وفقط تيار المحافظة. خليني كم كلمتك. والله يا توانسة إذا تبقوا تحت رحمة هؤلاء والله يصبح الكلام عن الإسلام مصدر للتشريع كفر تكفير وإرهاب. لحظة ويخلوكم لحظة ويخلوكم والله ويخلوكم لا 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 مغالطة وتكفير فيها. كيف نحن نتناقش كيفش في اعتبار مش قال لي تكفير في اعتبار مش انت قلت تكفير مواقف الاخرين مواقف الاخرين ضد الاسلام. انا قلت لك الاسلام على الاسلام قلت لك الاسلام فيه افهام متعدده. شوف ما خليش نقول كلمه الاخيره. لا هذا نقاش مش يولي عقل مش يولي عقل النقاش. سامحني مش يولي عقل. هذوما كانوا ايات الله. هذوما ايات الله مراجعتي المسلمين. لكن يا شعب انت تراه شعبوي. انت تراه شعبوي حكاية راهو ما يسمع فينا حد حد نحكي وحدنا هوني في البلاتو منذ لكم في 30 ثانية في المسألة هذية ونتعدى المسألة ما أهم ونختم بها. تفضل. أوكي أنا نحب نقول للشعب التونسي أن نطالب بأن يكون الإسلام المصدر الأساسي للتشريع مطلب ديمقراطي وموجود في مصر وفي المغرب وفي الجزائر
وفي أكثر الدول العربية وفي الكويت، فلا تخافوا من كلام الإخوان هنا. محمد والحاجة الثانية، والحاجة الثانية راهول معاش كلم معاش كلم راني يضيفك معاش كلم راني يضيفك محمد بفضلك. كل ما نقول كلمة يخاف من كلمة تمويل تمويل الحملة الانتخابية وأختم هنا وأختم هنا لا مزيد من النقاش العقيمي. أول مرة جي عندك علاش خايف؟ علاش خايف؟ علاش خايف؟ كل ما علاش خايف ترمى داعش؟ علاش خايف؟ خلينا نسمعوا رأيي خلي الناس يسمعوا رايك. في بارونتيز هوني تمويل الحمله الانتخابيه هوني نشوفك طلبت من التونسيين انهم يتبرعوا لحملتك الانتخابيه وصارت مشكله هوني حتى مع الليزي وقلت في ستاتيو معروف ليك تقول هيئه الانتخابات رفضت ان تعطيني اي موافقه كتابيه على تمويل حملتي الانتخابيه من مالي الخاص او الاقتراض من اي مواطن تونسي داخل تونس لتمويل الحمله، يعني تكافؤ الفرص في الانتخابات بالنسبه لامر مستحيل. ماذا بماذا تنصحوني؟ اول مره هذه نشوف مترشح للانتخابات الرئاسية يطلب تبرع لتمويل حمته هذا ما يدخلش في ضمن ضرب من الشعبوية اللي نحكيوا عليها واللي متهم بها انت ديما. هو طبعا في أوروبا هذا هو المعمول به، أن المواطنين هم اللي يتبرعوا لأحزابهم مش الأحزاب تشري الناس وتدفع عليها فلوس. فأنا الآن منعت تماما من تمويل حملتي من مالي أو من الاقتراض من الناس أو من البنك. ففعليا ما برهان سايس ما نجيش نعمل حملة انتخابية لانه كتفوني تماما. قبيله محمد هاشمي الحامدي تحكي على حزب كبير على منظمين في كافه الجهات الحزب على ممنوع. الحزب ممنوع الحزب ممنوع القانون الانتخابي يمنع الحزب كذلك من تمويل الحمله الانتخابيه نتاع المترشح. فقط هذا القانون الانتخابي فكتفوني من كل الجهات. ولذلك انا ولذلك لو سمحتي لي فقط نوضح للتوانسه في برنامجك هذا انني ممنوع من تمويل الحمله الانتخابيه من مالي او الاقتراض من مواطنين. كيفاش باش تمولها او الاستعانه من حزب؟ كيفاش باش تمولها؟ ولذلك اذا لم أتمكن من زيارة أي ولاية ولا أي مكان، أيها المستفيدون من برنامجي الفلاحين الشباب العاطل العمل المتقاعدين ذوي الاحتياجات الخاصة الناس اللي يحبوا الإسلام يكون مصدر أساسي للتشريع، كونوا أنتم صوتي في الحملة الانتخابية وكلموا الناس وكلموا أهليكم وخلينا نعملوا مفاجأة ونهزم السيستم هذا كله ونخلوا برهان يجي بعد ليلة الانتخابات ليلة مروري للدور الثاني يقول والله فعلها مرة أخرى وكنت أتوقع منه أن يفعل ذلك. شكرا لك محمد الهاشمي الحامدي المترشح للانتخابات الرئاسية على حضورك معنا. بعد شوية نستقبل كل من أحمد الصديق الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية وأيضا سناء غنيمة ممثلة عن حملة المترشح عبد الكريم الزبيدي. عمر البشير ما جاوبنيش عليه. عمر البشير عمر لا عمر بشير. لا 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 أنا شوف ربي عمر بشير أنا عرضت هل حزنت على عمر بشير؟ أنا عرضت أنا عرضت على شوف عرضت الفوضى الخلاقة في ليبيا وفي اليمن وفي السودان، كل شيء تدعمه بعض الدول الفاشية المعادية للديمقراطية أنا على حذر منه. لأنك لو رأيت ما يجري في عدن اليوم لو رأيت القتلى في بورسودان أو امبارح 30 ولا 40 قتيل لعلمت أن عليك أن تكون حذرا المهم. عندما يتعلق الأمر لكن أنت الأهم جاوب جاوب أهم حاجة يجب عليك أنت مرة في حياتك أن تقف مع الفقراء والمحرومين وتترك هذه الطبقة البرجوازية المتكبرة هنا في العاصمة اللي عايشة في المراك. شكرا لك شكرا لك محمد الهاشمي الحامدي على حضورك معنا. تقرير الزميل عماد حمدي ثم نعود. يا برهان غير رأيك تحرك. أثار قرار اللجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد باقتراح القيادي والنائب في البرلمان منجي الرحوي مرشحا للانتخابات الرئاسية خلافا داخل الجبهة الشعبية، بينما كان الاتجاه الغالب يسير نحو التجديد لمرشح الجبهة السابق حمى الهمامي، هو ما أدى إلى انقسامات داخل الجبهة التي تدخل الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في شكل حزبين منفصلين. وفي هذا الإطار قررت الجبهة الشعبية خلال ندوة صحفية بالعاصمة القطع نهائيا مع المنظومة السابقة في الجبهة لقودة حمى الهمامي واللي تقوم على الجمود والتكلس الفكري والسلوك الانعزالي وغير الجامع اللي يرفض التعامل مع جمهور الجبهة الشعبية الواسع والمتنوع. كان المفروض أن تنعقد الندوة الوطنية، كان المفروض أنه يقع التداول على خطط الناطق الرسمي، كان المفروض أنه نحسموا فيها الهيكلة باش نكونوا موجودين بالحق وقت اللي شعبنا ينادينا، مش عنا مجلس مركزي معلق ومن بعد ولا ما عادش اجتماع وعنا ناطق رسمي لا يريد أن يتداول على المسؤولية وعندنا كتلة يتيمة في البرلمان تخوض معارك شرسة ما وراها حد هذا اللي لازم يتصلح.
وفي الإطار هذا أعلنت الجبهة الشعبية عن انضمامها إلى ائتلاف الجبهة الشعبية المتكون من حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وحزب الطليع العربي ورابطة العمال اليساري، لكنها لن تشارك في الانتخابات هذه بهذا الائتلاف نظرا لعدم تقديم قائمة تشريعية باسمه منذ البداية. الائتلاف هذا نظرا للملابسات اللي عشناها والعملية التقاضي هذه اضطررنا للترشح بتحت يافطة حزب الجبهة الشعبية. كما أعلنت أيضا عن تكوين هيئة سياسية للائتلاف ضم قيادات حزبية وأخرى غير متحزبة لباش تتكفل بإدارة المرحلة الانتخابية الرئاسية والتشريعية القادمة، وستتكفل أيضا بعقد الندوة الوطنية للجبهة الشعبية في أفق شهر جوان 2020، وذلك من أجل توحيد القوى الوطنية والتقدمية. الهيئة السياسية مهمتها حاجتين، إدارة هالمرحلة هذه اللي هي فيها استحقاقات انتخابية رئاسية وتشريعية، وهي اللي باش تشرف على جملة الحوارات اللي باش تنطلق السنة القادمة. كما تم اختيار أحمد الصديق ناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية مع تغيير رمزها اللي باش يكون الرمز المعتمد في الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. الجبهة الشعبية عبرت أيضا عن تمسكها بما جاء في الوثيقة التأسيسية للحزب المعروفة باسم الأرضية السياسية والمبنية بالأساس على الدفاع عن السيادة الوطنية التامة للبلاد وبناء اقتصاد وطني منتج وتنافسي وتكريس حقوق والحريات العامة والفردية والانحياز لكل القضايا الوطنية والقومية العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومناهضة الصهيونية. من ناحية أخرى تستعد الجبهة الشعبية خلال الأيام القليلة القادمة للإعلان عن برنامج مرشحة للانتخابات الرئاسية منجي الرحوي اللي يطمح باش يكون أول رئيس يساري في تاريخ تونس، وألا تكون الجبهة الشعبية مجرد لعب سياسي بلا حضور. نستقبل مع بعضنا أحمد صديق الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية. مساء الخير، أهلا وسهلا بك. أهلا بك وبكل مشاهدي قناة التاسعة. مرحبا بك، يسعدني أيضا نستقبل سناء فتح الله غنيمة ممثلة عن حملة المترشح عبد الكريم مزبيدي. مساء الخير، أهلا وسهلا. شكرا على الاستضافة. أحمد صديق، نبدأ معك مباشرة، شنو هالائتلاف الجديد؟ شنو الهدف منه؟ شوية لخبطة ممكن صارت بين حزب الجبهة الشعبية، الجبهة الشعبية، ائتلاف الجبهة الشعبية، فسرا. وتفسيره سهل كي نحبوا ردوه سهل. المكونات اللي أعنت اليوم الاستمرار في العمل كجبهة شعبية هي المكونات الأصلية للجبهة الشعبية اللي تكونت نهار 7 أكتوبر 2012. حزب الوطنيين الديمقراطيين الواحد، حزب الطليعة العربي الديمقراطي، رابطة اليسار العمالي فقط. انضاف إليها حزب ناشئ نشأ في ظروف الصراع اللي وقع والانقسام اللي صار في الجبهة الشعبية اللي هو حزب الجبهة الشعبية، يعني الحزب يحمل اسم الائتلاف واللي هو ترشحنا في الرئاسية والتشريعية باسمه هو، في ظروف ومعطيات وسياق تقريبا النخبة والمتابعين يعرفوه. إذا هو نفسه الائتلاف فقط بالمكونات التي رفضت في البقاء في وضعية الجمود والعطالة والشلل اللي عاشتها الجبهة الشعبية تقريبا في السنتين الأخيرتين قبل استحقاق الانتخاب هذا، قبل الناس حتى في الأخبار حتى في الأشياء فما ظهور إعلامي وإلا فما أداء على مستوى كتلة الجبهة الشعبية. الائتلاف هذا معه 10 من نواب كتلة الجبهة الشعبية اليوم 15، وكانت رد على أو استجابة لحاجة بزوة، فما حاجة في المجتمع إلى أن هذه الجبهة تستمر وتستمر بشكل يسمح لها أن تكون موجودة في الميدان وتكون موجودة في المؤسسات وتكون موجودة في الإعلام وتكون موجودة كبرنامج سياسي واضح، ما هيش فقط 4 شعارات وإلا أرضية ظلنا مع الأسف الشديد نلوكها وعاجزين ونحن نتحمل جزء من هذه المسؤولية في عدم تفعيلها وتقديمها للمواطن البسيط العادي الناخب اللي عنده مشاكل يستنى في إجابة لها. ما غير ما ندخل في التفاصيل اللي ربما في الأسر نجاوب عليهم، هو باسم الجبهة الشعبية وانتم اللي انسحبتوا منها أحمد؟ لم ننسحب من الجبهة الشعبية. شوف، الجبهة الشعبية تشكلت وأنتجت هياكل وعقدت 3 ندوات وطنية، آخر ندوة وطنية طلعت قيادة اسمها مجلس مركزي. من نهار 9 جوان عندما شب الخلاف حول التقييم على الانتخابات البلدية، من يتحمل مسؤولية النتيجة المحدودة؟ علاش ما وصلناش نقول وإحنا جبهة شعبية تنتشر في الأرض ولكننا لا ننتشر في الأرض؟ نحن موجودون في القنوات الإعلامية، موجودين في البرلمان وفاعلون ككتلة متراصة وقدمت خدمة كبيرة نعتقد حسب تقديرنا للتوانسة، ولكن في الميدان مش موجودين. هذا يظهر في الاستحقاق الانتخابي البلدي اللي كان صفارة الإنذار ودخلنا نقيمه، كي دخلنا نقيمه فما زوج وجهات نظر. الانتخابات وجهة البلدية عندها أكثر من عام، يعني علاش ما تفضلش المسألة من وقتها من تقريبا 2018؟ لا شوف، أنا ما نحبش ندخل في الاتهامات، ولكن كان هناك توجهان، توجه نحو تقييم جدي عميق يؤول إلى إجابات، الإجابات ما تعجبش برشا
من مكونات الجبهه الشعبيه. علاش احنا في الوضعيه دي؟ علاش عملنا النتيجه الهزيله؟ علاش ما نجمش نشاركوا في كل الدوائر؟ بطبيعه الحال تبادل الاتهامات، واحنا على الاقل كشخص وكحزب طليعه ومعانا القطب كنا حاولنا ان ننأى بانفسنا عن هذا الخلاف. لكن تبين فيما بعد ان هناك نفسا اقصائيا، بمعنى انه باش نقدموا القدام يلزم جزء منا. اقصاء من شكون؟ اساسا حزب الوطن الموحد واليسار العمالي، يعني من طرف حزب العمال وربط اليسار العمالي. وحاولنا قدر الامكان ان نفركوها الرمانة بهدوء. صحيح دهمت علينا الانتخابات التشريعيه والرئاسيه، مساله الترشح للرئاسيه كما جاء في التقرير نتاعكم، مساله تبين المشكل ولكن مش هي المشكل الحقيقة. ما فما رفض للتداول على المسؤولية، فما عملية مماطلة في عقد الندوة الوطنية اللي هي البرلمان الكبير متاع الجبهة الشعبية، فما تعطيل لعملية الهيكلة والناس اللي تكون موجودة لوتا، وتطوير أصلا هذه الهيكلة باش ما نبقوش حوالي التقس وهي عندي واحد مني واحد منك. هذا اللي خلى الوضعية تتعفن مع الأسف الشديد، وقالت إلى ما قال العليم هو أمر مؤسف وأنه حطتنا في وضعية صعبة. ولكن السياسي اللي يمن برسالته، اللي عنده استحقاق قدامه، ما يلزموش يقعد يتفرج ولا يتاسف ولا يبكي، يجب ان يتقدم الى الامام ضمن الخيار اللي هو اللي يتفهم من كلامك انه المسؤول عن تشتيت الجبهه الشعبيه ما نطق رسمي. المسؤوليه موزعه، اسمعني في هذا، المسؤوليه موزعه بشكل نجم كلامك يتفهم منه حمل امامي. لا 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 لا، المسؤوليه موزعه، واحنا زاد سكتنا على الشيء هذا، ما نقولش حمل امامي، نقول يتحمل معنا جزء من المسؤوليه بحكم وظيفته كناطق رسمي بطبيعه الحال، فما باي كبير في المسؤوليه. لكن المشكل مش في شكون تحمل مسؤوليه الوضعيه اللي وصلنا لها. انا توا نحكوا على المسؤوليه في عدم ايجاد السبيل اللي نجم نحلوا به المشكل. ما بين منهج الاقصاء والمنادات بالتداول فما فرق، ما بين الإصرار على الديمقراطية والإصرار على تأبيد الوضعية فما فرق. حبيب احنا اخترنا الديمقراطية واخترنا التداول. هو إلى حدود أيام قليلة قبل انسحاب حزب الطليعة العربية من الجبهة الشعبية في صورتها الأولى، كان الأستاذ أحمد الصديق أكثر الذين يقفون على نفس المسافة مع كل الأطراف تقريبا، وكنت أتمنى أن أستاذ أحمد يواصل حزب الطليعة يواصل في هذا الاتجاه، لأنكم تدركون وهذا معناها ما في حتى نقاش أن الخلاف الأساسي والانشقاق الحقيقي داخل الجبهة الشعبية حكم بعلاقة وطد بوقت، معناها الخلافات التاريخية اللي ظلت تنخر باستمرار أولا، وثانيا العلاقات الذاتية. وطبعا القوميين يسار القومي داخل الجبهة الشعبية كان يمكن أن يلعب دور هذا الـ ربما إما أنه يجسر بين الطرفين، أو كنت أتوقع أنا شخصيا أن الطليعة تذهب في حال سبيلها بعيدا عن الطرفين. لكن خلينا نرجع، مادام اخترت أنت الآن أنك تكونوا في مكان معين، الخلاف عموما رغم أنه ذاتي وتاريخي، ولكن الأساس سياسته الخلاف كان قائم على رغبة من أطراف معينة أن تخرج من سردية الاستقطاب أو الاشتغال على الاستقطاب صباح ليل نهار صباح ليل نهار نهضة 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 نهضة، ومحاولة إعطاء هوية سياسية للجبهة الشعبية بعيدا عن الاستقطابات. هذه النقطة الأولى، ثم ناس مصرة على هذا الخطاب وناس تقول هات نحاولوا نطوروا. طبعا عداءنا للإخوان والإسلام السياسي يبقى قائم، ولكن نطور خطابا معناه يستوعبه الشعب التونسي. الثاني هو العلاقة مع السلطة، يعني هناك من يدفعوا في اتجاه علاقة تسويات لكن مع طرف معين على حساب طرف آخر، وعندنا ائتلاف حاكم قدامنا نجيوا مع هذا في مواجهة النهضة، ولا ندفعوا في اتجاه الحزب هذا مع الحزب الآخر. واللي فاجأني بعد ذلك هو وجود خلافات تتعلق بقضايا استراتيجية كبرى، تتعلق بالمقاومة، تتعلق بالموقف مما يجري في سوريا، تتعلق بحيث وجدنا أنفسنا أمام يسار يعيد أسئلة عفا عليها الزمن. وانت كنت من بين الناس، سؤالك في أصدقائي، سؤالك كنت نتوقع أنك من بين الناس اللي في اللحظة التاريخية هذه باش تقول انتهى هذا الخطاب وسنذهب في اتجاه بلورة خطاب جديد، لأنك تدرك جيدا الأزمات الفكرية والنظرية اللي وصلت اليسار العربي إلى هذه الأزمة. سؤالي علاش مرة أخرى يلقى أحمد الصديق والطليعة العربية وأطراف كنا نعتبرها عاقلة من كتاب ومثقفين أنفسهم في هذا الانشقاق ويدعموه ويقفوا معه؟ واضح رغم واضح أنه في الجهتين غلطين. نحن لسنا، نحن سياسيون ربما مثقفون وهذا شرف لنا، ولكننا لا نتحرك
بالرفلكس متاع المثقف المراقب والمحلل. نحن نتعاطى مع الميدان، نحن نتعاطى مع المؤسسات، نحن نتعاطى مع واقع سياسيا يعيش معارك شرسة. همنا الأساسي كيف يمكن أن نقنع أوسع ما يمكن من الناس بما نطرحه عليهم من مشاريع للوطن وللشعب. هذا يستدعي أنك تخوض وتدخل معترك الحياة السياسية، وبأنه في المنعرجات الصعبة يلزمك تختار فيها، ونحن اخترنا طريقا. وأنا في جزء من تحليلك اللي عملته الحقيقة ما وافقتكش عليه، لأنه يتبنى إلى حد كبير مقولات يتبناها من اختلفنا من رفاقنا السابقين اللي اختلفنا معهم. لا نعتقد فعلا، وأنا كنت رئيسا للكتلة وأكثر اتصالا بالمؤسسات والحكومة وغيره، اتصالا بمعنى التعاطي اليومي في مشاريع القوانين، في لعبة اللوبيات داخل المجلس، في المناسبات الرسمية وفي غيره. أنا أقول بأن من اجتمعوا اليوم وأعلنوا عن استمرار الجبهة الشعبية ضمن خيار سميناه متجدد وخلاق، لا علاقة له بالمسافة التي نختارها لأنفسنا مع السلطة. نختار المسافة مع السلطة حسب اللحظة السياسية، وليست مسألة مزاج أو خيار تكتيكي معزول على الواقع اللي نعيش فيه يوميا. ما رفضناه وقلنا في بياننا قطعا معه، يعني قطعنا معه، أن هذا الجمود على مستوى التفكير والممارسة السياسية في أن لديك جواب جاهز لكل سؤال، وهو جاهز قبل حتى أن تقع الواقعة، هذا يجب أن نقطع معه. بالنسبة للخطاب الجديد أو هذه من جملة المهام الكبرى التي ستطرح في النقاشات على الندوة الوطنية، وأعتقد أن هذا الائتلاف بمكوناته اللي أعلناها اليوم بدأت الخطوة الأولى نحو صياغة خطاب سياسي يترجم ويعبر عن تلك الأرضية ضمن مهام مرحلية ملموسة وفي علاقة مباشرة بالشعب وبمشاغله، وليس في علاقة بهواجس ومجاج المناضلين ضمن هذه الحلقة التي تفكر في الأمور بشكل بعيد عن الواقع. واضح. برهام سيد طلع حبيب سأل السؤال الفكري، هو هرب له المسألة التنظيمية. يتكتك سيد أحمد. لكن تو خلينا نمشي نبربش سيد احمد في الجو اللي يحبه، فهمتي؟ انا اليوم الحكايه هذه ذكرتني بكل التفليقه اللي حصلت في البعث العربي الاشتراكي اللي بوه ميشيل عفلق. جماعه مشات الفرع العراقي وجماعه مشات الفرع السوري، كلهم زوز اسمه حزب البعث العربي الاشتراكي. اما القتال اللي قاتلوه البعثيين في بعضهم، ونتذكر رفيق القائد هذا ليس بعثا في قاعه الخلد كي صف شطر، يعني القيادة القطرية بتاع بعث العراق بتهمة التآمر مع البعث السوري على بعث العراق، وتعرف زاد المطاردات بتاع البعث السوري كل ما يجتمع على أنه عنده علاقة ببعث العراق. واليوم كأعلنت أنا واحد من الناس، صدقني سيد أحمد ما فهمتش الحكاية. قلت وأعلنت على ائتلاف جبهة شعبية، قلت ائتلاف الآخر ما اسمه زاد ائتلاف جبهة شعبية، جبهة برك اسمه. أنا نبه لي يا حبيب قال لي لا رد بالك، هذوك اسمه ائتلاف الجبهة وجماعة شكبوا عليهم عملوا جبهة شعبية. يعني ما تحسش أنها حرب كأنكم سكرتوا على رواحكم دار وبديتوا تتخابطوا وانتم عارفين الحرب، والناس الناس حولكم ما مش فاهمين هالحرب هذية. وأقصى ما فما أنه الناس اللي حبتك التجربة هذيك اللي هي تجربة رائدة على المستوى العربي، أنه يساريين تلموا بروحهم المختلفة، ماركسيين لينينيين قوميين بعثيين وغيرهم، في تجربة أول مرة موحدة قضيتوا عليها هكا بلا أي ثمن. سيد أحمد يعني للأسف حتى لتو ما فهم حتى مبررات، تجيب جماعة البوكت لهنا يعطيوك مبررات تقول عندهم الحق، تجيوا أنتم تعطيوا مبررات تقول عندكم الحق، لكن في نهاية الأمر في الخلاصة ضعفتوا رواحكم برواحكم. هذا يعني الانطباع. لكن السؤال الرئيسي، ماذا ده صدقية الشيء اللي سمعناه؟ يعني الكلام اللي ما تقالش حتى خصومكم ما قالوا لكمش، البوكت يتهم فيكم أنكم عاملين صفقة مع الشيت، وأنتم تتهموا في البوكت أنه عامل صفقة مع حركة النهضة. ما مدى شرعية هذه الاتهامات المتبادلة؟ الحقيقة لما سمعت حد صدقنا من قيادات أو من الناطقين الرسميين أو من مناضلين اللي يمثلوا الأحزاب أو المستقلين، احنا نقولوا غير المنتمين حزبيا، يتهم الآخرين بالتعاطي مع النهضة، يعني شوية كلام في الفيسبوك بتاع أنصار، وربما فيهم حتى بعض اللي ما ينتميوناش في إطار تشعيل النار موجودة في الفيسبوك. صدق لا نتبنى هذا الخطاب، لكن سمعنا كلام من عند قيادات بما فيهم من كان ناطقا رسميا لنا جميعا، وسمعنا منه الكلام والحديث عن انه حزب الشاهد وغيره. انا باش نعطي توضيح. انتم مثلا السجلاني قال انتم وقت اللي طرحتوا الموقف من الاحتجاجات الاجتماعيه جيتوا ضد تبني الاحتجاجات الاجتماعيه. لا مش هكا حكايه. لا هذه في النقاشات داخل الجبهه الشعبيه نجم يقول اللي يحب عليه، وانا لا ارد على هذه سامحني اللي نعتبرها مهاترات.
يعني أنا ما نحكيش، أنا نحاسب على ما قيل علنا. أما نجم ندعي أنه في المحاضر الجلسات ما كانش فما محاضر جلسات وهي حالة تنظيمية رف، يعني فما شكون كل واحد اللي برونوت لروحه، معناتها مش ندخل في التفاصيل هذه، ولكن عمري ما سمعت مكون من مكونات الجبا حكى على عدم تبني الاحتجاجات الاجتماعية والدفاع عليها. اختلفنا حول نوعية الخطاب، وتعرف عندنا مشكلة بتاع خطاب ياسو بروبليم على مستوى التباين في الخطاب ما بين هذا القيادي وذاك في الجبهة الشعبية، وبحثنا عن توحيدي باتجاه تحسين موقف الجبهة وأن يكون واضح للناس. هذا حصل، أنا قدمت تبني الاحتجاجات الاجتماعية أول مرة نسمع بها. واضح ما زلت ما جاوبتوش بسرعة، نختصره لأنه معنا ضيفة أخرى مازلنا ما شاركناش في الحوار. صحيح واحد يستحضر على مستوى الرمزية أنه زوز من نفس الحكاية، شوف نفس العائلة، هذا لا نملك فيه، حاولنا قدر الإمكان كثيرون بما فيهم في الشق اللي أو في المجموعة اللي ما عادش احنا معاها التو، فيهم الكثيرون من لم فعل المستحيل من أجل أنه ما يقعش، إلا أنه إرادة الانقسام هي التي انتصرت. اليوم كيفاش باش نتعاملوا مع الوضعية؟ نذهب ونبكي ونلزم فراشنا ونقعد نعيط؟ يجب أن نواجه الواقع هذا، نحن واجهنا هذا الواقع، هناك حاجة لهذه الجبهة الشعبية، هناك حاجة إلى أن تستمر ولكن ليس كما سبق. وهنا الخلاف، توازو الجبهات وليت، اسمعني زوج جبهات، لا سمحني باش نجاوبك. شوف توا احنا قدامنا شنية؟ قدامنا استحقاق انتخابي سبعين ولا بالضبط. أمام هذا الاستحقاق الانتخابي كيف سندخله في من افترقنا عنهم ولازلنا نحترمهم ونعتقد أننا سنلتقي في المستقبل؟ هذه ضرورة موضوعية، توا سنلتقي في المستقبل أكيد لأن الحاجة لذلك موجودة، لكن اليوم احنا مختلفين، تقدموا لهذه الانتخابات بمرشح مستقل في الرئاسية، ما في بالك بهذا سي حمل همامي باعتبار مرشح مستقل؟ نعم سيدي، أرجع الوثائق لزي، وعنا تقائمات في التشريعية وربي يوفقه، تقدموا باسم الجبهة. احنا علاش عملناها ندوة صحفية توا؟ كنا نجموا نعملوها قبل، كنا نجموا نردوا على الأمور هذه. انشغلنا اولا بتنظيم قائمتنا وانشغلنا خلاف على الاجراء زاد، لا خلاف انكم انتم شوي خليني نكمل. خذيتوا الفوند كوميرس وسبقتوا في حكايه الفوند كوميرس نتاع الاجراء، ما سبقناش يعني عند الدوله وعند هيئه الانتخابات موجود الفوند كوميرس اسمه الائتلاف، لا دونك هما ما ينجموش وقتها باش يقدموا باسم الائتلاف. انت قلت لك انت تتبنى وجهه نظر معينه صحيح، لا نعطيك نجاوبك على في المعطى باختصار، خليك تجاوب على النقطه هذه ونرجع. المعطى الأول أنه حزب الجبهة الشعبية تشكل وأودع وثائقه يوم 11 جوان، واختش هذا القرار كما أي حزب تشكل في تونس بعد الثورة يأخذ قرار أخذه يوم 18 جويلية. أرجع لكل الأحزاب اللي تشكلت سيموران وسي حبيب، ستجدون أن كل الأحزاب لن تستغرق كل هذا الوقت للحصول على قرارها لأنه وثائقها مستوفية، وأن ما يدعى بأنه تم التعاون والتواطؤ مع حكومة يوسف الشاذ كلام فارغ من أجل الدعاية والتشريح ومصحيح. اثنين اللي بدا اللي استبق من اجل الحيازه هذا الاسم هو من سجله في النوربي وبعث بعدول تنفيذ، تم الجواب عليه بطريقه قانوني، الا ان الطريقه الاولى تتمدت عندها انت ما كنتش المحترمين الاخرين، ما كنتش في بالك بها الحكايه هذه احمد صديق، ما كنتش في بالك بها الحكايه هذه؟ لا ما هو مش على اساس استعمالي هذا الجبهه، هذه استعملت أو على الأقل علمنا بها، عندنا علم صحيح ولكن لم تكن اتفاقا وقرارا وغيره، ثم نسيت ثم سحبت من الرف واستعملت ضد الجبهويين وضد المكونات الأصلية للجبهة الشعبية. بالنسبة للي قلته سي برهان وأختم، أنا أقول أنه اليوم اللي باش نواجهوه قدام الناس هم خصومنا الحقيقيين وخصوم أرضية الجبهة الشعبية، وإحنا على هذاك نحبوا نخدمه، لكن باش نجموا نواجهوا خصومنا الحقيقيين يلزم يكون الوعاء اللي نخدمه تحت عنوانه وفي وسطه وبيه باش نوصلوا بيه للناس يلزم يكون عنده أدرس واضحة. وهذاك علاش اليوم قررنا تشكيل أو أعلننا عن تشكيل الهيئة السياسية للجبهة الشعبية، أعلننا عن ناطق رسمي جديد، وأنا نشكر كل رفاقي اللي أعطوني ثقتهم، وأعلننا أنه عندها زوز مهمات، مهمة الأولى عندنا استحقاق قدامنا للانتخابات التشريعية والرئاسية وأنا أخذها باسم الجبهة الشعبية وهذا واضح، غيرنا يأخذها باسم آخر وربي عيني. وعندنا حاجة أخرى وهي المهمة الأصعب، كيف سندير الحوار المقبل بين أوسع المكونات المؤمنة
بأرضية الجبهة الشعبية من أجل أن نصل إلى أوسع نرجع له كان قادنا شوي وحبات شوي سنة فتح الأغنيمة ممثلة عن حملة المترشح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم مزبيدي مرحبا بك من جديد. شكرا. ردتكم على تصريحات سليم العزابي البارح أمين عام حركة تحية تونس، نحب نعرفوا منك أيضا هل استقال فعلا عبد الكريم مزبيدي من منصبه، هل قدم استقالته إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، شنو صار في المسألة؟ الحقيقة سنحب نشكركم على حق الرد لأنه احنا كنا في منأى على التجاذبات والمهاترات اللي صايرة في خصوص الحملة الانتخابية اللي قبل انطلاق الحملة، وهذا احنا ما حبيناش ندخلوا فيه، ولكن بما أنه تذكرنا البارح بالاسم وتذكر المرشح سيد عبد الكريم الزبيدي لازمنا نعملوا حق الرد في المجال هذية. أول حاجة جبدت استعمال أجهزة الدولة، استعمال أجهزة الدولة من طرف سي عبد الكريم الزبيدي، والناس الكل تعرف والرأي العام الكل يعرف اللي سي عبد الكريم بعيد ياسر على الممارسات هذية، لأنه حتى وهو في منصب وزير هو يتقاضى 20% من الأجر متاعه، والناس الكل تعرف أنه ما عندوش مسكن اللي هو في ما عند حق من حق الوزراء وغيره، هذا الناس الكل تعرف نظافة اليد والبعد على الأشياء المادية وكل شيء، فهذا مردود على اللي قالوا، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية فين البراهين على استعمال أجهزة الدولة؟ الحاجة الثالثة كيف هذه اتهامات يسوقها يعني رئيس حملة رئيس الحكومة ويقول معناتها اللي احنا نستعمله في أجهزة الدولة، والحال انه الناس الكل تعرف انه من العمد للولايات للموظفين متاع الدولة هما اللي قاعدين يستعملوا فيهم هما والحزب الحليف لهم في الـ في الـ في الحكم بطبيعة الحال، وهذايا الناس الكل تعرف. أنا اللي هو ثم اللي يرد عليكم أيضا يقول لك في هذا السداد أنتم تتهموا في يوسف الشاهد بأنه يستغل في وسائل الدولة، يقول لك عبد الكريم الزبيدي أيضا يستغل في وسائل الدولة، هوني الحديث على مرافقة الملحق الصحفي للوزارة إلى اليوم في تنقلات وحضور الإعلام يكون حاضر. الملحق الصحفي هو متعاقد وهو متقاعد في وزارة الدفاع الوطني، هو الآن في عطلة معناتها في إجازة، احنا نشوفه مترشح لرئاسة الجمهورية في إجازة وقاعد يعمل في الحملة الانتخابية متاعه، هذية في إجازة وكمواطن مساند للدكتور عبد الكريم الزبيدي في الحملة متاعه، ما فماش حتى استعماله، ما فماش حتى ظهور الملحق العالمي في خطه الآن لأنه في عطل. يعني ولكن اسمح لي على المقاطعة، يعني في حديث أنه الملحق الإعلامي لوزارة الدفاع حضر البارح في حفل الاستقبال الخاص هو في إجازة. عبد الكريم الزبيدي وبالسيارة الإدارية متاعه لا تابعة لوزارة الدفاع، ما فماش حتى سيارة وبالعلامة اللوحة الإدارية، يعني هكا العباد تتداول كيف تردوا، يعني هو حضر لأنه في إجازة ورافق إضافة إلى ما سجل في إطار التناظر ما بين حملتكم وبين زميلنا الصحفي مبكر عكاشة أنه كان رافق للسي عبد الكريم الزبيدي في موزايك وفي كذا، يعني يقوم بنشاط بتاع ملحق. مش ملحق على السؤال هذا، علاش ما حسمتوش الامر منذ البدايه؟ يعني السيد عبد الكريم الزبيدي ما حسمش الامر، وبعيدا على هذه الشبهات كلها كما عمل يوسف الشاهد في الاخر، الاستقاله نتاعو اللي كان العائق نتاعها هو وين تمشي؟ تمشي رئيس الحكومه ولا تمشي جايين لو حسم امر استقالته منذ البدايه وقال انا توا ما عادش وزير دفاع والدوله قالت ما عادش وزير دفاع، راهو حتى حد ما طرح عليه استثمار يعني مقدرات الدوله، كانه خلى روحه في الوضعيه الغامضه، ربما هو حكايه الملحق الصحفي. الملحق الصحفي كما قلت لكم هو مواطن مقتنع ومساند للدكتور عبد الكريم الزبيدي، ولكن هو في عطله في كونجي، يعني يساند اللي يحبوا يمشي اللي يحبوا، ما فما حتى استعمال لوسائل الدوله. نعاود نقول سي عبد الكريم الزبيدي وفريق الحمله نتاعو الكل سواء كانوا موظفين والا ناس في الخواص والا ناشطين مجتمع مدني ولا مهن حره، الناس الكل تستعمل في هواتفها الخاصه، حتى بنوات ليسانس اللي الناس الاخرين ممكن ما يستعملوش سيارات اداريه ولكن يستعملوا بنوات ليسانس اللي هما نتاع الدوله ما عندناش احنا، وسي عبد الكريم الزبيدي شخصيا يستعمل في سيارته وفي هاتفه الخاص. كما قال لك حبيبي اذا كان خرج واعلن استقالته يعني بطريقه واضحه وقدمت الى رئيس الحكومه، راهو هذا كل ما يصيرش ويدفع كل الشهوات. القرار القرار سليم واضح من نهار 6 اوت سي عبد الكريم الزبيدي، يعني هو يعتبر في كمرشح للرئاسه، قدم الترشح نتاعو نهار 7 اوت، نهار 9 اوت قابل
السيد رئيس الجمهورية باستفاته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأنه الأمر يعني الأمن القومي للبلاد، يعني احنا في مرحلة طوارئ، معناتها ما نجموش نتكلموا بصفة هكية. علاش ما قدمش رئيس الحكومة أيضا؟ نقول لكم هو أعلم السيد رئيس الجمهورية باستفاته كما قلت القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد رئيس الجمهورية طلب منه التريث، خذيها من عنده قال له التريث. إذن هو ليس مستقيلا، ليس وزير هو دفاع مستقيلا، هو القانون يفرض عليه انه يقدمها لرئيس حكومه. هو اعلن على الاستقاله هذه، والسيد رئيس الجمهوريه قلت لك تسلمها بما انه هو الحامل والضامن للدستور كذلك. هذا رئيس الجمهوريه، هذا فيما يخص رئيس الجمهوريه. كل ما هو يعني خلينا بربي خلينا نسمع شنو اللي قال بالضبط في الحوار تو. الاستقاله نتاعي قدمتها للسيد رئيس الجمهوريه اللي هو القائد الاعلى للقوات المسلحه. كما تعرفوا رئيس الجمهورية عنده في يخص صلاحياته عنده الدفاع الوطني وعنده وزارة الخارجية، ولهذا شكون اللي يقترح؟ يقترح رئيس الجمهورية ويوافق رئيس الحكومة. ولهذا أنا بالنسبة لي قدمت الاستقالة بتاعي يوم الجمعة 8 أوت، وقال لي نتريثوا حتى نشوفوا كيفاش نقاو حل اللي هو فيما يخص كل الترشحات بتاع أعضاء الحكومة. سليم العزابي البارح كان حاضر وقال ما عندنا حتى علم، وحتى رئيس الحكومه يوسف الشاهد ما عنده حتى علم بالاستقاله هذه، وقت اللي القانون يفرض عليه انه يسلمها لرئيس الحكومه. القرارات الاداريه مش لكل قرارات مكتوبه، القرارات الاداريه فما اعلان وفما اعلام كما قلنا رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه في اتصال، وهذايا الموضوع نتاع الاستقالات ما يخصش كان خطه وزير الدفاع، يخص عده خطط اخرى لمترشحين في الحكومه الان في سواء للتشريعيه ولا للرئاسيه. ولهذا التشاور كان المفروض أنه يصير بين رئيس الحكومة وبين السيد رئيس الجمهورية، لأنه هو اللي طلب من السيد عبد الكريم السبيدي التريث، لأنه الأمر التشاور في التعيين راهو دستوريا التشاور في التعيين هو الانضباط، ولكن التشاور في الاستقالة تذهب إلى رئيس الحكومة. رغبة السيد عبد الكريم الزبيدي في أنه ما يبعث الاستقالة إلا رئيس الجمهورية وما يبعثهاش الرئيس الحكومة خلاته في وضع غامض، وبالتالي أنتم الآن تعانيوا من هذا الغموض في أنه ما زال وزير. المقارنة هنا لا تجوز، لأنه هو أعلن يعني اللي باش يترشح للانتخابات التشريعية حاجة وحده، هو نهار إعلان ترشحه قال الحكايه هذه الان قدامكم انتم الان مازلتوا تبثوا فيه. القانون ما يفرضش على الوزراء المترشحين للتشريعيه انهم ينسحبوا او يستقيلوا، نحكيوا على المترشح للرئاسيه الان. الامر مختلف، مترشح للرئاسيه اكيد، ولكن قلنا رئيس الجمهوريه راهو القائد الاعلى للقوات المسلحه وراهو فما مسؤوليه وما تنجمش تخلي فراغ في حاله طوارئ، بما انه قال له تريث هو الان في حاله تصريف اعمال الحق نقوله سناء لحظه برك عندنا الحق او الناس عندها الحق تقول او خصومكم عندهم الحق يقولوا، مازال هو وزير دفاع و مازال يعني يستغل مؤسسات الدوله موجوده مكتوبه عند السيد رئيس الجمهوريه، والاتصال يكون بين رئيس الجمهوريه وبين التشاور وبين رئيس الحكومه. هو في عطله تو مازال البشر مهم، وباش نعطيك هو في تصريف اعمال تفضل. ما أعتقد أنه راهو زاد الكلام اللي قلته ملاكي انسحب حتى على المترشحين في الانتخابات الرئاسية، لا شيء يجبرهم على الاستقالة. بقى أنه الدكتور عبد الكريم الزبيدي حب يمشي في الخيار هذاك. أيوه هذاك هو، هذاك هو واش قلنا برهان. تبقى أنه الـ 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 المسألة لهنا دستوريا ملتبسة أستاذة، يعني أن تقول لي وزير الدفاع قدم استقالته لرئيس الجمهورية هي دستوريا ليست ثابتة. علام سي برهان مش قدم استقالته، من جميع المستشير يعني الموضوع حساس جدا المهم هذا دستوريا. الدستور يسمح لي رئيس الحكومه دستوريا دستوريا هو صحيح وزير دفاع لكنه مدني ولا يتعامل مع رئيس الجمهوريه باعتباره قائد اعلى للقوات المسلحه، يعني هذه هو وزير مدني في حكومه مدنيه مدني. والدستور يفرض عليه ان يقدم استقالته لرئيس الحكومة، لماذا لم يقدم استقالته لرئيس الحكومة؟ شوف الضامن للدستور والضامن للاستابيليتي معناتها بصفة عامة، السيد رئيس الجمهورية طلب منه التريث. التريث معناتها قال له استنى ما تقدمش الاستقالة حتى يصير التشاور، مانيش نقعدوا نرجعوا لها لأنه الأمر واضح. معناتها الاستقالة
عبر عنها وتكلم فيها سي عبد الكريم وإحنا باقي نرجعوا لها أنه فما لبس ما فماش لبس. الآن تصريف أعمال والمرشح للرئاسية سي عبد الكريم السبيدي قاعد يقوم بتصريف الأعمال محافظة على المسؤولية وعلى الخطة اللي هو فيها باش يكون الأمور سلسة. هذا مهم. الحاجة الأخرى اللي حبيت نقولها بربي مهمة جدا هذي أنه نحترمه السيد عبد الكريم السبيدي ونقولوا أنه قاعد يستغل في أجهزة الدولة وإلا قاعد يقوم بممارسات غير قانونية. هذا بعيد كل البعد معناتها على سي عبد الكريم السبيدي. ونحب نقول حاجة أخرى اللي هو اليوم في كمرشح ما عندوش حتى سيكوريتي يتحرك معناتها بطريقة عادية كأي مواطن مش حتى في خطة وزير وإلا غيره. وهذا خطأ كبير. هذا خطر. هذا غلط. احنا نحب نقولوا اللي يعني مرشحي الرئاسه يجب ان تتم حمايتهم. هذا ايش حبيت نقول. هذا ايش حبيت نقول. في 2014 تمت حمايه كل من ترشح للرئاسيه واحنا في اوضاع الان يعني يعني انا حبيت ننوه بالنقطه هذه لاني نقطه مهمه جدا معناتها ماهوش مقاومه الفوضى والجريمه اللي قاعدين نشوفوا فيها. نحب نقول اللي هذه نقطه مثلا من نقاط البرنامج نتاع سي عبد الكريم السبيدي اللي حكي عليها. واحنا ولت البارح بيتين على فاجعه معناتها نتاع وليد الشاب هذايا اللي تقتل واللي هو مروح لدار واخوه واخوه شوف يقوم ولا لا. هذه هي امهات القضايا اللي المواطن يستنى فيها الشكليات والاداريات فيها احترام القانون واحترام الاجراءات ولكن هذا اللي المواطن يستنى فيه استعاده الامن والامان نتاعه. وانا باسم حمله الدكتور عبد الكريم السبيدي نحب نقدم تعازي لاهل قيس ونحب نقول لهم اللي انا كام واللي كل التوانسه متعاطفين مع هذا وهذا الامن الاجتماعي والسلم اللي يلزم نرجعوا له. ولهذا هذا راجع معك سنه فتح الله غنيمة احمد الصديق نحكيوا على حظوظ مرشحكم منجي رحوي للانتخابات الرئاسيه. هل يمكن ان يحصل على نتيجه افضل من حمل همامي في سنه 2014؟ نذكر حمل همامي يحصل على المرتبه الثالثه. السياق الذي حصل فيه الرفيق حمل همامي على الرتبه الثالثه كان سياقا مختلفا عن الان. برشا يقولوا قبل اصعب وناس يقولوا التحقيقات هذه اصعب. هذه التقديرات لكن مش المساله اصعب ولا اسهل. المساله هو اختلاف نوعي في اللحظه السياسيه، اختلاف نوعي في المشهد السياسي. الحقيقه الانتخابات 2014 عشنا استقطاب كبير ياسر، ورغم ذلك الاستقطاب تمكنت القوات التقدم واليسار عبر مرشحها في ذلك الوقت اللي التفت حول الناس الكل باش تقدم. مع الاسف الشديد في الاستحقاق هذايا اولا المشهد تبدل، عندنا الظاهره الشعبويه طاغيه بشكل كبير، ايضا ما عندناش هذا الاستقطاب الثنائي لكن ليس بالاتجاه الايجابي وانما بالاتجاه الاكثر سلبيه بمعنى تعدد المرشحين اللي برشا منهم ما نجموش نعرفوا بالضبط شكون يقف وراهم وشنو هي الرغبات. وبالتالي المشهد سواء في الرئاسيه والتشريعيه باش يعيش تشتت كبير ياسر. مع ذلك نقول ان كل من يترشح للرئاسيه اذا كان ما يحسش اللي عنده حظ علاش قاعد باش يترشح. الترشح للرئاسية هو فعل سياسي واضح باتجاه تجميع الأنصار على برنامج وخطة معينة، نعتقد أن مرشحنا له فيها حظ كبير. موقفكم من تصريح عبيد البريكي بخصوص إمكانية انسحابه من السباق الرئاسي لصالح الرحوي أو الهمامي في صورة اتفقوا على مرشح واحد بيناتهم؟ يعرف سي عبيد انه يعرف انه لن يتفقوا هذاك عليه. ما يسالش نسمع نسمع موقفه. هو ليس رايا حتى اعلق عليه، هو نوع من المداعبه ومن نوع من يعني المناوره السياسيه المسموحه باش يعملها باتجاه تبرير ترشحه. وكان جاد جاده وكان جاد جاده الدعوه هذه والتصريح هذا ليست جاده وبالتالي انا نعلق عليه. يعني سي احمد عندك قناعه انه منجي الرحوي اوفر حظ مقارنه بحمل همامي؟ نحن لا ندخل في مقارنات مع حظوظ حمل همامي. اتمنى انه ونعمل على أن المنجي الرحوي يكون له حظ وافر في هذه الانتخابات ويكون له نتيجة إيجابية ولما لا نحب نسأل لسناء بربي قبل ما يوفل الواحد كيفاش تعدوا على العباد. نحن مشكلتنا مش مع حمل همامي، نحن مشكلتنا مع الخصوم الحقيقية. واضح. دكتور عبد الكريم السبيدي مرشح مجموعة بعينها، مرشح فئة معينة، مرشح جهة معينة، مرشح له بمصالح معينة، جاء في الظرف هذايا يعني ظرف يعني هو الدفع دفعا فيه لكي يتقدم الانتخابات الرئاسية من طرف المجموعات هذه. هذه كلمة لوبيات وكل بعيدة كل البعد على البروفيل وعلى شخصية الدكتور عبد الكريم السبيدي والناس اللي قاعدة اللي محيطة به. الراجل صادق، الناس تعرفه، خدوم، صاحب مسؤولية، صاحب ثوابت،
ماهوش اليوم باش يجي يدفعوا لوبي معين او غيره، بعيد كل البعد على هذه، هي من باب المصلحه الوطنيه، هي من باب المسؤولية تجاه الوطن وتجاه المسؤوليات في الوطن هذية وتجاه التونسيين خاصة والملتفين حوله راهو توانسة ما همش يجبنيهم من بلدان أخرين. هذية هبة سبونتاني وناس يعني معناتها طلب منه وهو من باب المسؤوليه استجاب. قصه النهضه والاسلاميين اللي اثارت برشا لغط البارح في علاقه بتصريحه رويترز. سي تريسان الساعه خطه رئيس الجمهوريه ما فيهاش تحالفات حزبيه، ما فيهاش كتل برلمانيه، هذايا مرشح باش يكون رئيس التوانسه الكل وهو على نفس المسافه. الكوريسبوندون تاع رويترز اليوم وضح في شمس فام انه تم تحريف كلامه. هو قال أنا على نفس المسافة وأنا نتعامل مع الناس الكل ما دام ذلك في نطاق القانون وتطبيق القانون واحترام الدولة واحترام النمط المجتمعي للتوانسة. فبالتالي ما فماش هذايا تحالفات. شنو طريقة برقية؟ طريقة برقية. البارح سيما عزيزي لمحلكم شوية آخر زملائي كانت نجموا فوالا هي هذه هي المقابلة نتاع حواره مع رويترز اكزاكتومون. وطارق يعني عمارة قال أنه حرفوله اليوم الترجمة من الإنجليزية إلى العربية. عزيزي البارح مش رويترز هي اللي حرفت، قال لا لا ما قال لا لا في تداول في الاخر وحمله الزبيدي والناس رويترز والناس كل باش نسالها على الارتباك الاعلامي بعد والناس كل عندها تليفونات وسيد احمد اكيد قاعد يشوف الواتساب نتاعو. الواتساب ولا جزء من اجواء الحمله الانتخابيه البارح سليم العزابي ما عندوش علاقه بالواتساب. تو شفتوا انت واحد شفت شي عندك يمين يعملوا لا لا هو المخابرات الجويه قالت لي تستعمل ثم نقطه هي مع الواتساب. البارح سليم العزابي لمح بوضوح انه انصار قال انا ننزه الدكتور عبد الكريم زبيد لكن انصار واعتقد انهم متورطين في عمليه فبركتك المكالمات بتاع الواتساب بينه هو بين الصحف المتعكسه. الاتهامات هذه يجيب لنا فيها البراهين. احنا حتى كان انصار الدكتور عبد الكريم زبيدي وهو في منأى انصاره كيف كيف والناس اللي تشتغل معاه تشتغل بنفس الاخلاقيات وهذايا احنا اون سو دوموند نسالوا رواحنا شكون عنده انتري باش يصير هذايا في بالنسبه لحمله سي عبد الكريم الزبيدي اللي هو من اول تصريح قال فما تشويه كبير وانتم هاكم تشوفوا فيه التشويه بالرغم عدم التصريحات والتصريحات الكل مقننه ومحطوطه في اطارها فما اتهامات كبيره. نقول انا حاجه مهمه جدا انه المرشح سي عبد الكريم الزبيدي عنده خاصيه الصدق والمسؤوليه وعدم التفصي من ما يقوله وإلا ما يصرح به وكيف كيف احنا فريق الحملة والناس المساندة ليه في نفس الواحد. نقول للناس اللي تتهم واللي تعمل في المكر هذية اللي هو مهما يكون مأتيه هذية عشناه وقت الترويكا وعشناه في المراحل قبل في الفترات الانتقالية. نقول كلمة نحب نقولها للشعب التونسي. ما هو علاش نسالك بربي عليش بربي قبل حبيبي عندي خاطر اليوم كي نشوف اليوم كي نشوف ريسبسيون اليوم ولا تحكوت عاد اليوم ولحظه بوريه جايتك لكن في نفس السياق موجود في الحمله رسميا نعم كي نشوف اللي يجيب الشاب اللي شفناه البارح شوف احنا استدعينا حتى المرشحين شفنا سي صاحبي بالفرج زاده احنا استدعينا الناس الكل واللي جاونا مرحبا بهم هما مناصرين للحمله وفما ناس جات لانهم احتراما في الدكتور عبد الكريم الزبيدي مناصرين حتى يكونوا رسميا معكم وقت فما رسمي يخرج على الموقع يخرج احنا علاش نرجعوا بربي في نقطه لمساله الواتساب والتسريبات وكله لانه مهم جدا بعيد علينا جدا اليوم كما نشوفوا صفحه رسميه حمله مناصره للترشح لعبد الكريم الزبيدي تعاود تخرج اليوم العشيه نفس التسريبات ونفس الفيديو ونفس الواتساب معناها ما هو جوستومون يلزم الواحد يعرف يفرق بين اما هي صفحه رسميه وما هي مجتمعاتكم الصفحه الرسميه بربي سامحني يا سناء خليتونيش نجاوب غلبت عليا حكايه الصفحات الرسميه أيوة. ممكن لهنا راهو الناس كل ضحاياها راهو تو فما لعبه هذا هو شكرا لا سامحني يا حبيب يا حبيب سامحني فما صفحه مثلا اسمها لجنه دعم يوسف الشاهد في المرسى وهي صفحه وجدت لتشويه يوسف الشاهد تقول في كلام مرزي فما صفحه اسمها حركه النهضه بالمنزل تذكروها عاملينها سبيسيال مو باش يضحكوا على حركه النهضه في الوقت واعتقد حتى بالنسبه للدكتور عبد الكريم الزبيدي لا اتوقع انه عنده صفحه رسميه في 10 ثواني كملنا وفي الوقت وفي الوقت وفي الوقت يجب الانتباه في الجانب هذا الدقه يفضلكم في الوقت والقدره على التصدي لمثل هذه التشويهات أن الحملة نتاع سي عبد الكريم الزبيدي ما كانتش دقيقة في شكون ينطق باسمها وشكون يتكلم وشكون يرد
بالفعل في الوقت وشكون يجاوب والدليل على ذلك استقالة المسؤولة الإعلام. لا هذيك لي أسباب شخصية يا حبيبي بعيدا عن الحملة بعيدا عن الحملة. سؤال لك أنت خص مسارك السياسي في أربع سنوات تقريبا المكتب التنفيذي لنداء تونس قبل الانتخابات ثم استقلت على أثر خلاف على ما يبدو أحد حول أحد المناصب الوزارية اللي يقال أنه حافظ قائد السبسي أبعدك عليه أو ما عطاهولكش ثم انضميت لحركة مشروع تونس وكنت باش تكون أحد المؤسسين لكن تم تعويضك بوظفة بالعيد غادرت أيضا الحزب ثم انضميت إلى البديل التونسي وكنت من المؤسسين. شوف أنا ما عنديش مسار اليوم سياسي. واليوم تحضر كعضوة في حملة عبد الكريم الزبيدي. شوف أنا نحب نقول لك حاجة احنا في ترانزيسيون ديمقراطيك في انتقال ديمقراطي وفي كونسوليداسيون ديمقراطي. أنا ناشطة في المجتمع المدني وتعرفوني هذي في نداء تونس نشط لأنه هذايا فما مشروع مجتمعي ندافع عليه وأمنت به لكن عمري ما استنيت منصب وإلا غيره لكن أسست البديل مع سي مهدي جمعة ومن بعد فما أشياء إنسان ما تساعدوش. نحب نقول حاجة واضح سنين مهمة بربي نحب نقولها نحب نقول المكر والهذايا اللي يصير نحب نقول لهم كلمة واحدة كما قال ربي في القرآن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نسأل حضورك انفيتاسيون اليوم اوفيرت لعبد الكريم الزبيدي انه يكون حاضر معنا في قناه التاسعه كسوا في رونديفو 9 مع ابو بكر بن عكاشه في سكن كارتاج مع سمير الوافي في مع الرئيس في اي برنامج دعوه مفتوحه ليه مباشره من هذا المنبر. احنا تجيك منا الاجابه بربي في الاخر على مهدي جمعه احمد الصديق كملنا عنا برنامج مباشر بعد احمد الصديق دابا راسك شوف كل واحد وقناعاته احمد الصديق 10 ثواني أي لا 10 ثواني أنا نحب نتوجه بالشكر الجزيل. احنا الحقيقة ما عندناش وزراء سابقين وما عندناش شخصيات كبيرة من أولئك الذين انتقلوا بين أحزاب السلطة من 2011 لليوم ما عندنا حتى علاقة بتلاعبات حركة النهضة وما عندنا ستتحالف ولا ما عندنا تعطي أصواتها. أما فرحانين برشا ياسر فرحانين في الجبهة الشعبية في مقر الحملة الانتخابية لرفيق المرجي الرحوي أنه جاونا برشا عباد من الديمقراطيين من المناضلين من النقابيين بصفتهم الشخصية من الحركات ونحب نتوجه بتحية خاصة لعائلات مفقودي الهجرة غير المنظمة اللي عبروا الكثير منهم أنهم يساندوا حملة المنجي الرحوي على خاطر كنا سوق ومقتل الناس كل شتت. احنا فرحانين بهم برشا نعاهدوهم ما نخونوهمش نواصلوا معهم احنا جاوزنا سيكون لمرشحكم المنجي الرحوي حظر كبير في هذه الانتخابات. احنا جاوزنا الوقت جاوزنا الوقت سنغنيمة زيارة عبد الكريم الزبيدي اليوم اللي مقر الاتحاد مبارك بشوي برهين ما عادش عندي وقت عندي سؤال اسأله يفضلك ما بين الارض والخبز أرض حرية ولا خبز حرية. اليوم زيارة عبد الكريم الزبيدي لمقر الاتحاد العام توصي للشغل هل كان بطلب منه أم بدعوة من المنظمة الشغلة؟ هذا في إطار الاتصال بجميع الأطراف الاجتماعية الفاعلة في البلاد بطبيعة الحال للتشاور والتباحث وهذه هل هو طلب بطلب من اتحاد الشغل صراحة؟ لا ما نجمش نقول لك لا بطلب هكا ولا هكا على خاطر مانيش في الديتاي هذايا تم اقرار موعد يتفضل الاتحاد شكرا لك سنه التونسيين انه باش نكونوا في خدمتهم وانه سي عبد الكريم الزبيدي باش يخدم مصالحهم شكرا لك سنه فتح غنيمه شكرا لك ايضا احمد صديق حبيب عجيله برهان سيس يعطيكم الصحه شكرا لكم انتم بعد شويه يجيكم ابو بكر بن عكاشه في ساكن قرطاج يكونوا مع المترشح للانتخابات الرئاسيه عبد الفتاح مورو حلقه خير نسكن